اهلا وسهلا بكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان، وجوله جديده من جولات الدوري الممتاز في استاد مصر. النهارده هنكون معاكم في افتتاح الجوله الخامسه بمباراه الزمالك والمقاولون العرب على استاد السلام. الزمالك بقياده السرب ميتشو استعد جيدا بعد تاجيل مباراه القمه وتقديم لقاء المقاولون العرب، ويسعى لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثه قبل المواجهه المرتقبه امام جنراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا يوم الخميس المقبل. اما المقاولون العرب بقياده عماد النحاس اجتمع بلاعبيه وطلبهم بالفوز لاستمرار صحوته بعد الفوز على طلائع الجيش والانتاج الحربي والتعادل مع سموحه، مؤكدا ان حظوظ الفريقين متساويه، خاصة أن آخر مباراة بين الفريقين الموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. مباراة أكيد من العيار الثقيل، الأفضلية أكيد لنادي الزمالك على الورق، ولكن الملعب فيه كل حاجة. مباراة كبيرة وأحداثها كمان قبل اللقاء كانت كبيرة، ولكن كل التحية لنادي الزمالك، كل التحية لنادي المقاولون العرب. للحقيقة أن هم يعني انصاتوا أو سمعوا لصوت العقل والأمور مشيت بشكل هادئ جدا، وان شاء الله باذن الله الامور تكمل بشكل هادئ واللي جاي افضل لصالح الدوله لصالح الدوري المصري. من ارض الملعب ايمن مصطفى ومحمد غانم ونعرف الجديد. ايمن مساء الخير. مساء النور كابتن سيف، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. الزمالك والمقاولون العرب هنا من استاد السلام في اللقاء اللي بيقام من ضمن لقاءات الجوله الخامسه. بالتأكيد إذا بدأنا بنادي الزمالك، نادي الزمالك النهاردة بالنسبة له يعني يأمل في فك عقدة كابتن عماد النحاس. خمس مواجهات ما بين نادي الزمالك وكابتن عماد النحاس، لم يستطع الزمالك الفوز إلا في لقاء وحيد حين كان عماد النحاس يقود نادي أسوان. أيضا الزمالك من ضمن حوافزه في لقاء اليوم الفوز من أجل احتلاء صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت على حساب النادي الأهلي صاحب العلامة الكاملة. نادي الزمالك خلال المرحلة الماضية منذ توقف الدوري الممتاز للتوقف الدولي خاض لقاء وحيد أمام نادي المنيا، يمكن كان أبرز ما حدث خلال هذا اللقاء هو عودة نجم وجناح نادي الزمالك مصطفى فتحي اللي النهارده بيرتدي القميص رقم 14، قميص كابتن حازم امام وعظماء العديد من عظماء نادي الزمالك. خليني اقول لك ايضا ان ميتشو كان ليا حديث معاه قبل اللقاء، هل استعداداته اختلفت ما بين لعبه كما كان مقرر امام النادي الاهلي والان المقاولون العرب؟ اكد لي الزمالك بيتحتم عليه الفوز في جميع لقاءاته ايا كان هو الخصم. خليني اقول لك ايضا ان غيابات نادي الزمالك في غيابات كلها طفيفه جدا، يعني الاربع لاعبين من المؤكد عودتهم في لقاء جنراسيون فوت يوم الخميس المقبل، عبد الله جمعه، عمر سعيد، محمد عبد الغني وشيكابالا، اربع لاعبين يغيبوا عن اللقاء اليوم لكن هيعودوا اللقاء القادم باذن الله. دي كانت اهم وابرز اخبار نادي الزمالك من استاد السلام من هنا، وبالتاكيد العوده ليك كابتن سيف مره ثانيه، تفضل. هو انت كده قلت لي يا ايمن كل حاجه، انا ما عنديش اي حاجه الحقيقه اقولها لك، يعني وجبه الحقيقه دسمه جدا قالها زميلنا المتالق ايمن مصطفى عن نادي وكل اخبار نادي الزمالك. اكيد اخبار المقاولين العرب وكواليسه عند محمد غانم ونعرف الجديد. محمد مساء الخير، اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن سيف وتحياتي لكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. زي ما حضرتك وضحت مباراه الزمالك والمقاولون العرب هنا في مطلع الاسبوع الخامس من استاد السلام. يمكن نادي المقاولون العرب ومنذ اخر مباراه رسميه له امام فريق الانتاج الحربي يوم 5 اكتوبر، المباراه التي استطاع فيها فريق المقاولون العرب او الذئاب الجبل الفوز على الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. خلال فتره التوقف الدولي حاول الكابتن عماد النحاس استغلال هذه الفتره لخلق المزيد من الانسجام في لعب مباراتين وديتين. المباراه الاولى كانت امام فريق القناه تعادل فيها إيجابياً بهدف لكل فريق، أما المباراة الثانية كانت أمام فريق البنك الأهلي وتفوق فيها بهدف مقابل لا شيء. خليني أقول لك يا كابتن سيف بسؤال الجهاز الفني عن استعداداته لمباراة الزمالك بدلا من لقاء أسوان، أكد كابتن عماد النحاس أن الاستعدادات واحدة أيضا، ولكن الاختلافات الفنية في طرق اللعب هي التي قد تتغير. بناء على ذلك كان هناك بعض التعليمات الفنية لرباعي هجوم فريق المقاولون العرب شكري نجيب وسيف الجزيري وعبد الله ياسين ومحمد سالم اللي هبدأوا لقاء اليوم، وخصوصا استغلال الجبهة اليسرى التي يغيب عنها عبد الله جمعة والتي يحل فيها كابتن وقائد نادي الزمالك اللاعب محمد عبد الشافي، محاولين استغلال بطء اللاعب النسبي في هذه الجبهة.
أيضا كان هناك بعض التعليمات الدفاعية لقلبي الدفاع سواء فاروق أو محمد سمير اللي هيبدأ أيضا لقاء النهاردة معهم عبد الوهاب إسماعيل كظهير أيسر بتغطية المساحات وخصوصا الحذر من التبادل المراكز اللي بيتبناه ميتشو في قيادته الفنية لنادي الزمالك بين خط الهجوم سواء أوباما أو أوناجم أو أشرف بن شرقي. الروتيشن اللي بيعمله نادي الزمالك حذر منه اللاعبين بالتركيز طوال التسعين دقيقة لأن أي هفوة يستغلها لاعبو نادي الزمالك تعويض التعادل المفاجئ أمام إف سي مصر. أخيرا كابتن سيف يغيب عن نادي المقاولون العرب النهاردة نجم المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر ولاعب المقاولون العرب للإصابة وأيضا محمد عصام للإصابة فيما خرج من القائمة كل من كريم مصطفى ومحمود السيد. دي كانت أبرز أخبار نادي المقاولون العرب اللي بيستعد بعد قليل لمواجهة نادي الزمالك هنا من استاد السلام. العودة ليك الآن يا كابتن سيف تفضل. ايضا وكل كواليس وتفاصيل كل كبيره وصغيره في نادي المقاولين زميلنا المتالق محمد غانم. طبعا بشكرك يا غانم, شكرا جزيلا. بشكر ايمن مصطفى, شكرا جزيلا. دي كان كل تفاصيلنا وكواليسنا ما قبل اللقاء. فاصل ونرجع بعد الفاصل مع ثلاثه من نجوم مصر في التحليل, الفيلسوف واحد من نجوم مصر كابتن ايمن يونس والكابتن حازم امام ايضا الامبراطور الصغير وواحد من نجوم مصر في الدفاع كابتن عبد الجزار السقا مع الثلاثي, ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان. قبل ما اقول الجوله الخامسه وقبل ما اقول الزمالك وقبل ما اعرف ضيوفنا وارحب بيهم قبل ما اقول اي حاجه, انا عايز اقول للناس ثلاث جمل في السريع كده. بشكر مسؤولي نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب وكل مسؤول نادي لعب الاسبوع ده. ممكن يكون في موقف, ممكن يكون في حدث حصل, ولكن في النهايه الحاجه اللي بنقف عندها ما بتعديش, الحاجه اللي بنعديها بتعدي. لازم يبقى في مصلحه كبيره ومصلحه صغيره. كل النهارده مسؤول ممكن يكون بيبص على مصلحه ناديه, ولكن في النهايه لازم كلنا نبص على مصلحه البلد. ده الهدف الاكبر بالنسبه لنا, ودايما نبص على ان الامن او اي مؤسسه قد ايه النجاحات اللي حصلت الفتره اللي فاتت, قد ايه البلد مشي كويس بشكل رائع الفتره اللي فاتت, والفتره الجايه هتبقى افضل كمان من الفتره اللي فاتت. هيكمل الدوري المصري وهيكمل ان شاء الله باذن الله بانتظام, واي مطب نعدي فيه هنقف ونقعد ونحبط بعض ونقول ان شاء الله باذن الله ممكن يكون فيه حاجات اتعلمنا منها, ولكن هيكمل وهيكمل بانتظام وهتبقى منافسه ان شاء الله باذن الله قويه, وهيلعب الزمالك وهيلعب الاهلي والامور هتمشي على افضل حال ان شاء الله باذن الله. كابتن ايمن مشرفني النهارده. اهلا بيك يا كابتن سيف, وبشكرك على الكلام الحلو اللي انت ابتديت بيه ده. ربنا يخليك يا كابتن. يعني اعاده تحميس الناس وتحفيز الناس دي طبعا حاجه مهمه جدا, وان احنا نحافظ على الدوري المصري دي حاجه اهم, ونحافظ على وجودنا وشكلنا وانتظامنا ده مهم. وكلنا بنزعل بصراحه على اي حاجه بتتاجل او عايزين نعمل يعني نظهر بصوره مختلفه. اتفق معاك, المرحله صعبه, الاجواء صعبه, لكن عارف يا كابتن هنعدي بشكل كويس امتى؟ اما كلنا نقتنع ان في مركب واحده. يعني ايه حضرتك وانت معاك فلوس اب وابنه, انت معاك فلوس عايشتني احسن عيشه, جيت في موقف انا مش شايفه قلت لي بلاش ده دلوقتي بلاش, وهكمل واللي جاي هيبقى افضل. مش هقف على الواحده. انا بحس احيانا ان النهارده اللي هيقف على الواحده وهيقف على الموقف وهيكبره تصغر الموقف يعدي, تكبر الموقف هنقعد عايشين فيه. نفس فكره الاهلي لما يخسر او الزمالك لما يخسر, عدت البطوله اللي خسرتها كسبت اللي بعديها, وقفنا عندها فضلنا واقفين بقى نتكلم. كلام محترم ويعني وجهه نظر مقبوله جدا, وان كان طبعا كلنا بنتفق ان احنا كلمه مركب واحده ده عنوان مهم قوي طبعا, ومهم قوي ان احنا نخلي بالنا على منظرنا وشكلنا وبلدنا. بتفق معاك في كل حاجه. احنا قد نختلف ان احنا حابين ان احنا يكون لنا شكل معين ومنظر معين, وبصراحه بقينا طمعانين وطمعين في بلدنا يبقى لها احلى شكل, لان احنا الاصل في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي البلاد دي احنا الاصل طبعا. فعندنا غيره ايجابيه ان احنا عايزين نبقى احسن ناس طبعا, وده حقنا طبعا. كناس شركاء في المنطقه الرياضيه ده حقنا تاكيدا. الحقيقه كلام الكابتن ايمن, وان انا مش هخوض في الحديث كثيرا, ولكن بوجه كل الشكر وكل التحيه بغض النظر في اي موقف في اي وقت, بغض النظر عن اي شيء, للامن المصري وكل مؤسسات الدوله المصريه في اي وقت, حتى لو في ازمه احنا مش شايفينها, يتعرض لنقد شديد جدا, ولكن ما يعلنش اي حاجه وتعدي المركب, وكل المراكب ان شاء الله هتعدي وكل الازمات هتعدي. كابتن حازم مساء الخير. مساء الخير سيف, عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. مفيش دخله ايه يا كابتن الكلام الكبير اللي انت بتقوله, وايه العظمه اللي انت يعني كابتن ايمن اسطوره نادي الزمالك ده قال الكلمتين انت مساء الخير يا سيف اهلا وانا داخل بستلف منك فلوس. هو كابتني فبيتكلم احسن مني. ايه بيتكلم احسن منك في ايه؟ ده فيلينج يعني شعور كده. لا فيلينج ما فيلينج خلاص. لا اطلع يعني مش عارف انها فيلينج. لو عارف يعني فيلينج يا بيبي الحاجه يعني ما تقفلش كده. انت عايز فيلينج؟ انت مدخر علينا ليه كده؟
كلامه عمال صوتي رايح وطالع. ما اعرفش ان انت عايز فيلينجز يا سيدي، عايز اي حاجه. اهلا يا سيف. اهلا يا كابتن حازم. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ وبشكرك على مداخلتك وبحييك الله يخليك. وانا انا الكلام ده قلت يعني قلته كذا مره، ان احنا يا جماعه يعني كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات على موضوع التاجيل واللي حصل والتاجيل، ومعرفش ليه الناس رايحه دايما لحته ان اتحاد الكوره وحش، اتحاد الكوره مش ملتزم، اتحاد الكوره في حاجات بتبقى يعني انا كنت في اتحاد الكوره وانت حضرتك كنت في اتحاد الكوره وكابتن ايمن كان في اتحاد الكوره، دايما نسيف اللي على البر عوام صح، ودايما الناس وهي بره بتنظر كتير، لكن هو مش عارف جوه في ايه، ومش عارف المشكله ازاي بتتحل، ومش عارف ايه اصل المشكله. هو عايز دوري منتظم صح، انا معاك عايز، بس في حاجات جوه ما بتمشيش صح، زي ما يعني بتبقى في حاجات اقوى في 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 حاجات انت مش عارفها، الاداريين يعرفوها، اتحاد الكوره يعرف، المسؤولين في الانديه تعرف، انت كمشجع عايز تشوف النادي بيلعب في وقت وجدول منتظم، دي حاجه طبيعيه، لكن في ناس مسؤوله بتبقى عندها حاجات معلومات انت مش عندك صح، ومش واصله لك وممكن ما توصلكش خالص. فبياخد بياخد القرار على حسب معلوماته هو مش معلوماتك انت، فانت بتشتمه او بتنقده على الحاجات اللي انت عايز تشوفها، ماشي ده ماشي، بس لازم تعرف ان هو غصب، مفيش حد عايز يتشتم صح، مفيش حد عايز يتهاجم، كل الناس عايزه اكيد عايزه دوري منتظم، لكن في تبقى حاجات اقوى، زي ما السنه اللي فاتت حصل معانا ماتش الاهلي وبيراميدز السيف بتاع الكاس لو تفتكر، وتاجل الماتش امنيا واتشتمنا برضه وبتاع، وكان امني حاجه امنيه مش هتقدر تعمل فيها حاجه. النهارده نفس الكلام، بس النهارده بقى العكس، الاهلي هو اللي متضايق، المعرفه كان هو الزمالك اللي متضايق، هي بتيجي كده، لا الاهلي بيحكم ولا الزمالك بيحكم، هو الامن هو اللي بيحكم صح. في بعض الاوقات في الامن هو اللي يحكم، لكن هي صح. المشكله للاسف ان كل واحد بيشوف المنظومه يعني الموضوع من منظور، لو هو المستفيد هيبقى هو اللي بيحكم واحنا جامدين جدا، لو مش هو المستفيد يبقى التحدى فاسد والتحدى بموالس والله ابدا، هي الناس لا حد عايز يتشتم، بس الناس في اتحاد الكوره معذور الحقيقه، هيعملوا ايه حاجة. انا مش عارف ايه الهجمه اللي على اتحاد الكوره، يقول لك هم مش محددين، هيعملوا ايه؟ ما راجل جات له حاجه امنيه مش هينفع تلعب خلاص، هيعمل ايه؟ هيلعب ازاي؟ وبعدين عايز اقول حاجه برضه مهمه سيف، ودي كنت بقعد اقولها واحنا في الاتحاد، اتحاد الكوره ملوش دعوه كان زمان، هم الناس لا باقامه الماتشات محدش بيسمع ولا بتامين الماتشات، لا اللائحه مش بتاعته لا بيامن ولا بيبعت الملاعب، هي نفس اللائحه حاليا. ما اي ماشي، انا بعد الثوره اللي حصلت بقى اتحاد الكوره بيعمل الحاجات دي تطوعا فالناس شايفاه بقى فرض عين، خلاص انت ما تعملش الموضوع، خلي الانديه اللي تجيب الموافقه الامنيه بتاعه الماتش، فالامن يقول له اوكي ولا لا، هيعرف ساعتها ان الاتحاد مش دعوه صح، ان دي مش شغل الاتحاد، النادي هو اللي بيجيب الملعب وهو بيجيب الموافقات الامنيه العب ولا ما العبش. هو الاتحاد من بعد الثوره ابتدى يعمل الموضوع ده، لما كان عميد ثوره سويا موجود بيعمله، فابتدى الكلام كان الاتحاد هو خلاص المسؤول عن الموضوع، هو مش مسؤول ولا حاجه صح، ولا بقول اتحاد الكوره ده مالكوش دعوه بالموضوع، دخلوا الانديه اللي يجيب الموافقات عشان لو حصل حاجه يبقى الانديه هي اللي قدام الناس مش عارفه تجيب الموافقه او الامن قال لها لا صح. تاكيدا برضو الكلام كابتن حازم وكابتن ايمن، كل مسؤول نادي قال مش هلعب ولعب، الناس على السوشيال ميديا بتاخد الجمله دي ان انا قلت ان انا مش هلعب ولعبت، دي حاجه كبيره قوي يفتخر بيها، ان هو راجل يكون اخذ قرار ويشوف ان مصلحه البلد او المصلحه دلوقتي للدوري او مصلحه الكره المصريه ان هو يلعب فيبقي الصالح العام ويلعب، دي حاجه يستحق عليها كل التحيه وكل الاحترام، لان الناس بتحس ان انا ده قال وبتقعد هتسخن هلعب، ان شاء الله باذن الله كله هيلعب، ان شاء الله الامور هتمشي، واي نادي صرح وقال مش هلعب ولعب فله كل الاحترام، وحاجه تزيد منه وتكبر منه ما تقلش منه في اي شيء. كابتن عبد الظاهر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، كلام كبير وكلام حلو وكلام في الصميم وكلام للصالح العام. شفت فرق كبير جدا بين حضرتك وهو دايما اي حد صحابيه حاجه ثانيه. انا بشكر الناس اللي انا ما قربتلكش حضرتك، انا بحيي كابتن ابزار وكابتن عبد الله، عايز فيلينجز هديك فروقات كبيره جدا واضحه افتكر بس افتكر اتفضل يا كابتن. لا بجد هي مشكله في مشكله المقارنات، ان دايما الناس بتقارننا ب دوري انجليزي عشان احنا كلنا بقينا خلاص متابعين الدوري الاسباني. الدوري الاسباني هو اتاجل كمان، الدوري الاسباني اسبانيا كلاسيكو اتاجل، اهو بيقارنوا مصر بالدوري المصري بالدوري اعلى دوري في العالم، فده اللي عامل مشكله عندنا، زائد لا بس ان مش دي ان بس. احنا مش دي بس. اكمل لا عايز اقول لك ما دام انت فاتح البطوله مش دي بس، انت برضو عندك الناس طمعانة عايزه تعيش في الامن والامان والسعاده أكيد. والاجواء دي صح. فبيربطوها ان انت لما بتاجل بتدي مسج مختلفه للناس اللي بره، واحنا حاسين ان كل حاجه ما كل حاجه زي الفل ولا انتوا شايفين حاجه تانية؟ لا كل حاجه زي كل حاجه زي الفل، فدي الجزئيه دي برضو اللي بتزعل، ماليش دعوه بالمنافسين واللي متعصبين والمتطرفين، الجزئيه دي كابتن لما بتعملي 99 حاجه وحاجه واحده بس
تقف عندها لمعلومه عندك لازم اعديها. انا بس بتكلم ريليتد للكلام اللي بيقوله عبد الظاهر. الجزئيه دي هي بقى اللي بدايه اللي هم الناس اللي حابين قوي البلد يبقى منظرها كده. البطوله الافريقيه لما جت علت الناس قوي الصراحه يعني وحلم. اولا مفيش ولا واحد فينا كان يتوقع التنظيم ده والحلاوه ديت والجمهور ده ما كناش نتوقع الموضوع. يعني اقرب للحلم لينا ان احنا كنا نشوف حاجه بالشكل ده في مصر في وقت غير طبيعي. لما خلص البطوله الناس توقعت ان ده هيستمر في الدوري وليه لا ما يستمرش في الدوري. تذكرتي موجوده والنظام اتعرف والناس اتعودت على النظام ودخلت واللجنه الخمسيه لما جت وعدت بكده وعدت. لما اجي اوعد لازم اقول الاوبشن الثاني. لازم انا لو ما حصليش اي حاجه من الناحيه الامنيه انا من اول ساعه في الدوري الساعه ديت هبدا فيها الدوري الساعه ديت هاني فيها الدوري. لو لازم لازم الحته دي كانت تتقال ما اتقالتش. لكن احنا ما ينفعش واحد مثلا مدرب او لعيب مثلا احترف وعايش 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 نفس السيستم اللي هناك يجي يطبقه هنا. ما ينفعش. كل بلد وليها سيستمها، كل بلد وليها نظام، كل بلد وليها ظروفها. يعني النهارده اسبانيا ما اتاجل الديربي العالم كله بيستني اتاجل. ايه المشكله النهارده تاجيل الكلاسيكو حاطين النهارده على السوشيال ميديا صوره الحاج عامر حسين الكلاسيكو الاسباني سبحان الله بقى اشهر واحد في الدنيا. فانا عايز اقول ان احنا في الجو الحالي ده احنا ايه المصلحه العامه؟ نحط البند ده قدامنا كلنا. المصلحة العامة عايز ايه؟ نأجل. المصلحة العامة تقول نلعب. ما السوبر اتلعب. صح. خلاص كان صح. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. خلص. الأمن لما ده أهل وزمالك نفس الحكاية أهل وزمالك. صح. إيه اللي فرق يعني؟ احنا مش عايزين نقف على النقطة. كله هيعدي إن شاء الله بإذن الله كابتن عبدالله وكله هيبقى كويس وكله هيبقى منتظم. وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى افضل بشكل كبير. لازم هنتفائل ودايما هنبص على نص الكوبايه مليان. مباراه النهارده تقيله كابتن ايمن من الطرفين. اكيد الافضليه والتاريخ لصالح نادي الزمالك، ولكن المقاولين العرب عامل موسم جيد السنه فاتت. السنه دي بدأ بدايه كويسه. لو بنتكلم على الورق فمتساويين تقريبا في كل حاجه السنه دي، ومباراه تطلع حد درجه وتنزل حد درجه. كل واحد 7 نقط. يعني اعتقد المباراه بالنسبه له مهمه تدخله في حته تانية. طبعا المقاولين ليه اطماعه ومدربه عماد النحاس، وانا بتكلم على الاثنين مدربين دايما ان هم اللي بيبنوا سيناريو المباراه او فكره المباراه. فعماد النحاس اعتقد ليه اطماعه، لكن ميتشو جاي منين؟ ميتشو جاي من تعادل مع مصر، صدمه عنيفه جدا اللي هي تعادل مع اف سي مصر. واعتقد كان الدرس لميتشو انه فتره التوقف الاخيره دي كان بيراجع كل اوراقه بيتفرج على نفسه ابتدى ازاي، لان هو لما ابتدى بشكل مميز جدا، بشكل رائع جدا. الكيمستري الجماعيه، التناغم الفرديه، الجمل، كل حاجه كانت طالعه حلوه قوي. لكن فوجئنا بعد كده بافكار جديده من ميتشو في عمليه الروتيشن وتغيير 4-5 لعيبه في كل مباراه بشكل مبالغ فيه. واتفقنا هنا في الاستوديو وكلامنا كان واضح، اي فرقه في العالم ليها 11 لعيب اساسي، ما فيش حاجه اسمها روتيشن بشكل مبكر، والروتيشن ده بيجي في اوقات صعبه رغم تلاحم الموسم واللعيبه مرهقه والكلام ده كله. لكن خلينا نتفق ان ميتشو تسرع في عمليه الروتيشن. لكن فترة التوقف دي اعتقد ان ميتشو راجع نفسه، راجع اوراقه، اتفرج على نفسه ابتدى ازاي والماتشات عمل فيها ازاي. عملية التوظيف الخاطئة اللي هو قام بيها في بعض الماتشات زي ما حط بن شرقي راس حربة وبعد كده حطه ليفت وينج وبعد كده رجعه. من حضرتك ان الفرقة دي اللي هتبتدي؟ ايوه ما هم دول. طبعا. عبد الشافي هيبتدي مكان عبد الله. هو عبد الله مش هيلعب وشيكابالا المفروض مش هيلعب وزيزو ما احنا عارفين انه مصاب. حاطط اوناجم تقريبا واشرف بن شرقي واوباما وطارق حامد مش موجود؟ طارق حامد مش موجود. طارق اكيد موجود. هو انت بيلعب عمر السعيد وشيكابالا وعبد الله جمعه ده اكيد اوت قبل المباراه. مصطفى محمد بيلعب. ودول لما بنقول دول اوت مهمين قوي. بن شرقي في بس طارق دلوقتي ما بيسخنش. لذيذ مش اشرف بن شرقي. ممكن. طارق ما بيسخنش. الميزه في نادي الزمالك. اول واحد. اول واحد. ايوه. اتفضل يلا بينا. الميزه في الزمالك في المفاتيح صناعه اللعب الكتيره المنتشره في كل جزء في الملعب. وده لما بيفقد واحد زي شيكابالا او واحد زي عبد الله جمعه من الناحيه الشمال، وعبد الله جمعه كان مفتاح مهم قوي حتى اداؤه مع منتخب مصر كان مقبول قوي، شيكابالا كمان من الناحيه اليمين مفتاح مع فرجاني ساسي سواء الجماعيه او الثنائيات اللي بيقدموها في الجنب ده، دي حاجات كانت مهمه قوي في التركيبه الشخصيه الجماعيه لنادي الزمالك. وده لما مشي وتلاعب في المناطق دي افقد الشخصيه الهجوميه لنادي الزمالك وهز الصوره. وزي ما انت شفت ماتش اف سي مصر كان درس قاسي جدا لميتشو قبل ما يكون درس قاسي للعيبه جوه الملعب، لان اللعيبه برده
انا ما بحبش اجي على المدير الفني كتير حتى لما يغلط. اللعيبه اللي موجوده في الملعب احيانا بيبقوا محتاجين شيء من القوه والاصرار والعزيمه يقدروا يعملوا شخصيه تانية مختلفه النادي الزمالك. وده اللي ما حصلش في ماتش اف سي مصر. الاداء كان باهت قوي من لعيبه كتير. اعتقد النهارده المقاولين ماتش مزعج جدا لنادي الزمالك، لان خلي بالك النادي الزمالك داخل على ماتش جينيراسيون اللي هو الفريق السنغالي يوم الخميس ويوم الخميس. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. والماتش ده مزعج ليه لنادي الزمالك؟ لان هو دايما الماتش اللي بيسبق ماتش مهم جدا بيبقى ماتش مربك لدماغ المدير الفني، هيلعب بالفرقه كامله، هيريح مين، عايز يريح، يتعامل ازاي، الجمعيه عامله ازاي، افكار المدير الفني كلها هتبقى عامله ازاي. النهارده ميتشو كمان عمل حاجه جديده على نادي الزمالك، اسلوب الضغط العالي اللي كان نادي الزمالك بيمتاز بيعمله او الضغط على مناطق الكوره اللي كان بيقدمه ميتشو ما قدموش بشكل كويس في اف سي مصر. تحديات كتير عموما، يعني علشان اختصر، ميتشو عنده تحديات كتيره قوي في المباراه دي لازم يقدمها في عمليه التعامل مع اللعيبه بتاعته. وعماد النحاس مازال مدير فني خطر على نادي الزمالك، مدير فني شاطر جدا بنتفق عليه كلنا في الدوري المصري. حازم، تشكيله نادي الزمالك امامنا. يعني بص ممكن تقولها بس. يعني عواد جون، عبد الشافي باك شمال، الونش ومحمود علاء والنجاز، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد زيزو، اوباما وناجم، ومصطفى محمد. يعني بص انا بغض النظر بقى، هو طبعا تغيير التشكيل اتغير على التشكيل. التشكيل اتغير على ماتش اف سي مصر في يعني عبد الشافي بدل عبد الله جمعه، محمود علاء بدل عبد السلام، طارق حامد بدل كريم، فرجاني ساسي بدل اشرف، مصطفى محمد بدل عمر السعيد، والتغييرات كلها معظمها صح. يعني انا بس عايز اقول حاجه، ان الراجل يثبت تحت الفيرود اوباما واشرف بن شرقي خلاص، ما يقعدش بقى ايه يجيب خالد بطايف في المنطقه دي، خلي الاثنين دول هم في الحته دي، لا اما ده لا اما ده لا اما ده لا اما ده، عشان هم يركزوا في شغلتهم في 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 في, في الشغل التكتيكي بتاعه. ما يبقاش مشتت يلعب شمال ولا يلعب يمين، هي دي منطقته خليه يلعب فيها. هبتدي بقى اركز في الاثنين الاطراف، ما تغيرش كتير، ممكن يلعبوا وحش يعني ادي تاني لغايه لما الناس تنسجم مع بعض، لما يحصل لازم يبقى في انسجام، لازم اللعبه تبقى تاخد على بعض شويه، لكن مش كل واحد هيلعب شويه اروح مقعده واجيب واحد تاني فيقعدوا للثلاثه او يشيل الثلاثه ويحط ثلاثه، هي دي المشكله. لازم التغيرات في الحته دي تبقى يعني يحاول هو بسنس المدرب انه يعرف مين اللي بيلعب مع مين كويس بسرعه، ما يقعدش يغير كتير. المنطقه دي هي اهم منطقه في صناعه اللعب، وهي دي المفروض المنطقه اللي بتعمل حاجه هجوميه لنادي الزمالك، وهي دي منطقه الخطوره لنادي الزمالك، انت بتلعب كل ماتش على الفوز، فلازم المدرب بسرعه يعرف مين جنب مين جنب مين احسن من مين جنب مين، يعني لازم يجيبها بسرعه جدا. من وجهه نظرك مين؟ بص مفيش حد فيهم للاسف مستوى ثابت يعني، لكن هقول لك دلوقتي واحنا في الامور دلوقتي في ظل غياب شيكابالا هم دول احسن ثلاثه، يعني اشرف بن شرقي عن اوناجم مش فارقه كتير، بس اوناجم بيلعب طرف، انت ما عندكش اطراف. مصطفى محطي طبعا، مصطفى فتحي الحمد لله على السلامه، بقاله كتير قوي ما شفناهوش، سنتين حوالي من قبل كاس العالم ما هو متعور ما شفناهوش في مصر بيلعب. فمصطفى لو رجع ان شاء الله اكيد هيبقى ليه دور مهم جدا، مصطفى من احرف اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله، بس يرجع بشويش واحده واحده. لكن في اللي احنا فيه دلوقتي لا، يعني امام عاشور كطرف لا طبعا لازم هيريح شويه بعد الماتشين اللي فاتوا، بديل احسن من ان هو يلعب من اول ماتش. زيزو ونجم ويوسف اوباما، ما فيش حد تاني بره غير امام عاشور هو الطرف، الباقي كله اشرف بن شرقي ما ينفعش، لازم يلعب في حته اللي هي زي يوسف اوباما. انا شايف ده احسن يعني الاحسن في الامكان في ظل غياب شيكابالا. المهم بس الادوار اللي لعبوها سيف، لازم يبقى في جبهات، لازم عبد الشافي يعدي نص الملعب، عبد الشافي ما يقعدش يثبت انه يدافع بس، لا عبد الشافي لازم يكمل، لان جبهه الشمال مش هتعتمد على لعيب واحد بس، واحد على واحد ممكن تعدي مره ومش هتعدي ست سبع مرات. فانت لازم تطلع على طول زي ما بيعمل كان شيكابالا مع حمدي نجاز ناحيه اليمين، على طول اوفرلاب، حمدي طالع فشيكابالا بيخش جوه الملعب او يلعبها له زي ما بنشوف معلول مع صبحي بيعملوها كويس. فلازم عبد الشافي يطلع كل شويه، يخلي اوناجم او زيزو اللي هيلعب جنبه عنده حلول يعمل كده، يديها له يطلع يعمل كروس لمصطفى محمد او يخش جوه الملعب هو ويشوط على الجون. والناحيه الثانيه نفس الكلام، لازم يبقى في الجبهات دي، هذه اهم حاجه لنادي الزمالك انه يلعب على الجبهتين، وبلس ان اوباما يجي من تحت، اوباما من اللعيبه اللي بتمسك الكوره كويس ويعرف يجيب اجوان. يعني ان شاء الله نتمنى يعني اداء يكون احسن هجوميا من الماتش اللي فات. يعني طيب هقول لكم تشكيله برضه المقاولين العرب. ابو سعود في حراسه المرمى، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سمير، فاروق نور الدين، امير عابد، ابراهيم صلاح، الشيمي، شكري نجيب، عبد الله ياسين، الجزيري، ومحمد سالم. قبل ما نعرف كابتن عبد الله السقا وجهه نظره ايه، نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. محمد
ده يمكن بقى انسجام الى حد ما دلوقتي بين اللعيبه الجديده واللعيبه القديمه بيشتغل كويس جدا. كان عماد بيدوس على الحته دي اكتر يعني. ربنا كرمنا طبعا بسبع بونت فرقوا معانا جدا في الفتره دي، وثقه اللعيبه كمان زادت الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه للنادي. يمكن بعد التفنيشه الكويسه بتاع السنه اللي فاتت احنا فنشين خامس دوري، كنا قريبين جدا من الرابع. السنه دي ان شاء الله احنا مركزين جدا كلنا كجهاز ولاعيبه ان احنا نقدر نعمل حاجه النادي المقاولين العربي. السنه دي الناس كلها عندها طموح، من اول مجلس اداره لغايه جهاز فني بلعيبه، كل الناس في النادي عندها طموح ان ان شاء الله تحط نادي المقاولين في مكانته ونقدر ندخل ان شاء الله باذن الله يعني مربع ذهبي. اكيد هتبقى حاجه كويسه ان يرجع نادي المقاولين تاني يشارك في افريقيا. انت عارف نادي المقاولين نادي كبير واسم كبير. بدايه الموسم ده مختلفه تماما عن الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كنا بنعاني في اول الدوري، لكن الموسم ده بادئين بشكل كويس. عملنا معسكر محترم في كرواتيا وكملنا فتره الاعداد هنا في مصر، فاعتقد ان احنا الموسم ده مختلفين تماما. جايبين 7 نقاط من 9، اعتقد ان دي بدايه كويسه لينا. فالحمد لله يعني البدايه شجعنا ان احنا نكمل المشوار اللي احنا هدفنا معروف السنه دي ان احنا ان شاء الله ننهي في المربع. فاعتقد بالنسبه لنا ان ده طموح كبير، فباذن الله نكمل على المستوى اللي احنا ماشيين بيه. السنه دي بالنسبه لنا سنه مهمه جدا، خصوصا السنه اللي فاتت احنا فنشنا بشكل يليق بنادي المقاولين العرب. يمكن كنا نتمنى ان احنا نكون موجودين في المربع ان احنا نلعب افريقيا، لكن ديت الكوره. يمكن ان شاء الله السنه دي هو ده تركيزنا ان احنا ندخل المربع. يمكن من اول مباراه في الدوري واحنا مركزين قوي على الموضوع دوت ان احنا ناخد كل مباراه كل ماتش بماتش. اكيد النهارده هنستمتع بمباراه فنيا وكرويا ان شاء الله باذن الله تبقى رائعه. كابتن عبد الظاهر شايف اللقاء ازاي؟ لقاء ان شاء الله مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب بيقول ان احنا منتظرين لقاء حلو جدا، سواء فنيا في الملعب، سواء كميه الجري اللي اللعيبه هتجريها، مفاتيح اللعب هنا وهناك. يعني نادي المقاولين عنده ناس بتخلص ونادي الزمالك عنده ناس بتهدف، فالمباراه حلوه، السجال كويسه، لكن طبعا بالتاريخ والاسم والجمهور وكل حاجه نادي الزمالك. لكن عماد النحاس من المدربين العناد، مش المدربين السهلين اللي انت تكسبهم كده خلاص ضمان 3 نقط وخلاص. لا، عنده كمان سكواد هايل جدا وعارف يوظفه كويس جدا، يعني عارف كميه الفرقه بتاعته، فبيلعب كل حد عشان اللي جنب التاني. يعني النهارده لما تيجي تشوف النهارده التشكيل، عامل تشكيل حلو جدا ومثبته على فكره من اول الدوري. هو مغير 3 لعيبه عن المباراه الاخيره. طاهر محمد طاهر طبعا النهارده بيخسره عشان الاصابه، وطاهر من المفاتيح اللعب الهائله جدا اللي هو يعني اي مدرب يتمنى ان يكون حد عنده لعيب زي طاهر محمد. معروف يوسف عشان ما يلعبش قدام الزمالك. معروف يوسف عشان برضه. لكن النهارده التشكيل معروف على فكره. اول ماتش كان لعبه الماتش اللي فات، الماتشين اللي قبلهم ما لعبش وكان بيكسب عادي جدا. هو عنده طريقه بيلعب بيها الكابتن عماد، بيعتمد على السرعات اللي قدام، بيعتمد على سيف الجزيري ومحمد سالم وطاهر محمد طاهر وكريم مصطفى. يعني الاربعه او الخمسه اللي بيلعبوا في خط الهجوم هم كلهم بيتميزوا بالسرعه، السرعه في 30 متر الاخير. عشان كده دايما دايما الكابتن عماد ما بيضغطش من قدام، دايما الكابتن عماد بياخد الفرق اللي ورا عشان يوضع مساحات لفرقته ويجري فيها. عنده مشكله في نص الملعب وهي محمد مجلي، ما سمعش معاه من اول مباراه. يعني مجلي كان خسرانه 3 ماتشات الاخيرة، عشان لما بتكون عندك واحد سريع لازم توجد واحد يجريه. فمجلي كان السنه اللي فاتت بيجري لويس ادوار، ولويس ادوار اول مره تقريبا يتحط النهارده في التشكيل. فالاثنين دول هيفرقوا معاه جدا لو لعبوا كمان، لكن هما النهارده اول مره دخلهم في التشكيل فهيفرقوا معاه. عنده سيف الجزيري وده هداف، بيلعبوا ساعات راس حربه وساعات على الطرف. محمد سالم بدا يفوق وجاب 3 نقط من الانتاج الحربي الماتش اللي فات، النهارده موجود اساسي راس حربه وسيف جنبه وشكر نجيب. الثلاثه دول لو نادي الزمالك خسر الكوره وما قدرش يوقف نص الملعب او هو بيطلع نادي المقاولين بالكوره ما وقفهمش، هيعملوا مشكله كبيره جدا بسبب اللعيبه السريعه اللي موجوده ديت وعدم التمركز. ده اول جول في الدوري تقريبا من سيف الجزيري. صح. سيف انا اللي جايبه من افريقيا التونسي لنادي طنطا. والولد ده فعلا من اللعيبه الكبار. لف لفه كبيره في مصر يا كابتن. انا هو لف لفه كبيره. لا لا هو لا هو خد طنطا وبعد كده راح تونس، عمل مشكله مع طنطا وبعد كده راح تونس، وبعد كده الكابتن عماد رجعه تاني لان هو اللي مرنه في طنطا وعارف امكانياته عامله ازاي. لكن هو من اللعيبه الكبيره، حتى الافريقي التونسي دلوقتي عايزه، بس هو الولد لا مبسوط في نادي المقاولين ومستمر. واللعيبه الكبار انا جبته في وقت كان سيف عامل مشكله مع الافريقي بسبب ان هو ما بيلعبش.
انت عارف الانديه الكبيره مثلا زي مثلا صلاح محسن في النادي الاهلي لعيب كويس جدا، لكن في ازارو وفي مروان محسن، ففي لعيبه كبيره بفلوس كتير قوي لازم الفرقه ده. فكان نفس الموقف ده في سيف، فقدرت ان انا اجيبه الحمد لله، سمع في طنطا، ودلوقتي الحمد لله جايب جونين وماشي بصوره كويسه جدا، ومن اللعيبه اللي انا بقول عليها دايما من اللعيبه الكبار اللي موجوده. فعماد النهارده انا شايف انه منافس صعب جدا نادي الزمالك، نادي الزمالك قدامه فرصه هايله جدا انه ما يكسب. كل حاجه بتتنسى يا كابتن سيفي، نادي الزمالك محتاج المكسب كويس جدا، لكن عنده مفاتيح لعب لسه ما نورتش لحد الان، وانا شايف اهمهم هو فرجاني ساسي. فرجاني ساسي انا شايف لما بيعلى مستواه فريق نادي الزمالك كله بيعلى مستواه، لان هو نقطه الوصل ما بين خط النص المدافع وخط النص المهاجم، وبيحرك الفرقه كلها. كان السنه اللي فاتت لما بيمسك كوره تقريبا الفرقه كلها بتتحرك. النهارده ان شاء الله يقدر يرجع لمستواه، لان فرجاني من اي واحد بيحب الكوره يحب نوع فرجاني ساسي يتفرج عليه. فرجاني فنان فعلا، محور لعب مهم جدا. يوسف اوباما لسه لحد الان ما شفناهوش، ان شاء الله يرجع تاني، لان نمر 10 احنا محتاجين اوباما مش في نادي الزمالك بس، محتاجينه كمان في منتخب مصر. ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كرويا من العيار الثقيل. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل. ميتشو هيبدا اللقاء النهارده ازاي، وعماد النحاس بيفكر فيه؟ اكيد كل واحد منهم عايز ينتزع الفوز النهارده. ممكن حد يكون بيلعب على حاجه غير المكسب من الفرقتين يا كابتن؟ لا، الفرقتين بيلعبوا على المكسب، بس كل واحد محضر السيناريو المختلف بتاعه كمدير فني، بس كل واحد طبعا فيهم بيلعب على المكسب. لكن النهارده ميتشو بيلعب كمان على الحاله المزاجيه لفرجاني ساسي وطارق حامد، وازاي يقدر يطلع منهم حاله مختلفه، وازاي يقدر يطلع منهم احساس واداء مختلف، لان منطقه نص الملعب دي نادي الزمالك نفسه بقى له فيها ازمه في الفتره اللي فاتت. فانا اعتقد ميتشو بيلعب على المنطقه دي، والمنطقه دي محتاجه ايضا تعديل زي الثلاثه اللي تحت راس الحرب. الخمسه دول هم سر قوه نادي الزمالك، بالدواعم طبعا الدفاعيه من الشمال واليمين اللي هو عبد الشافي والنقاز. اعتقد مهم قوي النهارده ان الحاله المزاجيه للخمسه دول تكون مظبوطه، الكيمستري مظبوطه، الجمعيه مظبوطه. الحاله المزاجيه لفرجاني ساسي لازم يخرج بره حاله الضغط العصبي اللي هو عايش فيها في الفتره الاخيره، كلها لازم يلعبها كويس. واعتقد برضو نفس الصراع ده في منطقه نص الملعب في المقاولين، اعتقد المباراه نتيجتها من هنا يا سيف. صح حازم، هل ممكن نشوف النهارده مباراه مفتوحه ولا ممكن نشوفها مقفوله من طرف من الطرفين؟ لا، الزمالك هيبقى اكيد ماتش مفتوح، لكن فريق المقاولين فرقه كويسه. عماد السنه اللي فاتت من الماتشات اللي ضيعت الدوري ماتش المقاولين 2-2، كان كاس الزمالك 2-0 رجع تاني، او 2-1 ورجع تاني. يعني ماتش صعب، ماتش غير، لسه فريق المقاولين فرقه كويسه قوي من السنه اللي فاتت مع كابتن عماد وهم ماشيين بشكل كويس. لازم احترم المنافسه سيف، قبل ما اجيب جون لازم ادافع كويس، دي اهم حاجه. ما افتحش مش عشان عايز ابين ان انا بجيب اجوان او ان انا بلعب ماتش هجومي اسيب الدفاعات، اسيب مع محمود علاء او الونش مكشوفين، اسيب عبد الشافي او النجازي يطيروا. لازم ادافع كويس عشان اكسب. اللي بيكسب بطولات مش اللي بيهاجم كويس بس، لا، اللي بيدافع اكتر. صح. فلازم ابقى دايما صفر، الجون بتاعي مقفول لغايه عرفت اجيب جون، اجيب، ما جبتش ما يخشش فيها جوان. فريق المقاولين يعني معروف ما بيلعبش، دي حاجه اكيد ميزه مهمه جدا. مش موجود كلين شيت مش صفر، ماشي يعني عايش. انا لسه جاي اصلا، انت لا لا، انت سبيل. انا دوري اقول لك برضه من اول بتاع فيلينجز وبعدين كلين شيت، فانت النهارده جاي متعلم. انا دوري برضه واخد كورس الحاجات دي. معروف مش موجود، طاهر محمد طاهر مش موجود، دي حاجات اكيد، زي ما شيكابالا مش موجود. اعتقد الزمالك هيسعى للفوز، ولكن ماتش صعب اكيد. في اهداف الشوط الاول يا كابتن سريعا؟ في اهداف لصالح؟ لا مش عارفين، بس في اهداف. نروح سريعا لاستاد اللقاء، فعاليات الشوط الاول من لقاء الزمالك والمقاولون العرب، والميكروفون يطير سريعا الى الزميل العزيز المتالق مؤمن حسن، فالى هناك. شكرا جزيلا للزميل مؤمن حسن، شوط رائع من جانب الفريقين، الأفضلية لفريق نادي الزمالك. بادر بالتهديف محمد سالم من المقاولون العرب في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الأول. ده هدف المقاولون العرب الوحيد في الشوط الأول. طبعا هدف يسأل عنه عواد بنسبة كبيرة. عاد الزمالك عن طريق فرجاني ساسي من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 15 ليحرز هدف التعادل. ثم في كورة أيضا أكثر من رائعة في الدقيقة 34 عن طريق أحمد زيزو يحرز الهدف الثاني. لا يسأل عنها أبو السعود. ب
بداية رائعة من جانب مقاولون العرب، ولكن شوط رائع جدا من جانب فريق نادي الزمالك. حديث كنجومنا ولكن بعد الفاصل. مواجهة شرسة جدا ما بين ميتشو وعماد النحاس حتى الآن، وتفوق لميتشو خلال الشوط الأول. شوط حلو يا كابتن أيمن. شوط ممتع بصراحة، الفرقتين أداء مقبول جدا، وبالذات نادي الزمالك. نص ملعب الزمالك النهاردة متألق، طارق حامد بفرجاني ساسي، حتى أوباما مجهود غير عادي، زيزو النهاردة حتى الهدف اللي جابه شكله ممتع جدا، التحركات ومطلع النهاردة عبد الشافي بيخليه يتحرك بشكل سهل جدا. ونجم قد يكون أقلهم شوية، لكن على الأقل مدي مساحة رائعة جدا لحمدي النقاز يتحرك فيها. الضغط هو سر نادي الزمالك في المباراة، رغم ان الهدف اتقطعت من الزمالك الكرة في نص الملعب في المنطقة دي، وانا بتفق معاك ان عواد اتلخبط في الكرة، ما خدش قرار المظبوط في التعامل معها، كان هدف سالم. يسأل عواد عن الهدف كابتن؟ يعني هو الكرة ملعوبة بالعرض اساسا، يعني كل الفرقة تسأل عليها، الدفاع كله كان في حالة عدم اتزان دفاع، ان الكرة اتقطعت في منطقة ما ينفعش تقطع فيها الكرة يعني. والتخليصة دي ايا كان اللي عملها، واعتقد ان اللي عملها عبد الوهاب اسماعيل، لو هو اللي فك شفرة الضغط بتاع نادي الزمالك، لان الزمالك عامل ضغط متميز جدا طول المباراه، ضغط ناطق الكوره، ده سر جمال اداء نادي الزمالك. من يسال عنها بتاعت الزمالك كان في كان في الازمه كده، الخط في ايده يحل الازمه، ما كانت بسرعه قبلها كان هو كمان وبعد كده يتعامل معاه. اعتقد هي ناحيه تريه قوي من 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 عواد، لكن فرقه المقاولين انتهزت فرصه ان في نص ملعب الزمالك، وده الهدف اتعمل بشكل كويس قوي. عبد الشافي كمان حاسب شافي كان ممكن يتعامل معاه بشكل احسن من كده، لكن الزمالك كان مسيطر، شكله هيرجع في المباراه، شكله يقدر يكسب، شكله متميز قوي. نص الملعب الخمسه بتوعه الدفاعيين او الهجومين عاملين شو رائع، حاله المزاجيه عاليه، الاداء عالي، التمريرات بتاعته متقنه، انواع الهجمات لنادي الزمالك رائعه جدا. عجبني كمان اوباما النهارده، عوده لاوباما الاخيره، اداء قوي جدا، دخل الملعب بشكل كويس جدا، كل حاجه في الزمالك بصراحه عاملين شوط رائع. بعيدا عن الاجوان، ان الجون الثاني بتاع نادي الزمالك بيتوج اللي انا بخط بتاع لاعبي نادي الزمالك، المقاولين على طول بيعرفوا يقطعوا الكره، جمله او اسلوب لعب اتكرر 4 أو 6 مرات في الشوط الاول، ضغط على لاعبي المقاولين في نص ملعبهم وقطع الكره على طول والتعامل مع الكره، واعتقد توج بشكل رائع، ضغط تعامل بشكل رائع جدا. انا بس يعني اعتراضي الوحيد او الجمله الوحيده اللي بنقولها، كميه انذارات جدا شفناها كذا مره، ما اعرفش الاعتراض على ايه، برضو في كارت اصفر بعد انتهاء الشوط، برضو يعني الكروت دي ممكن تكلف لينك في شوط سريع. انا مش فاهم الكوره دي بتعرضوا على ايه خالص، لكن شوط قوي، شوط فيه كوره الزمالك كويس جدا، يجيب الكوره من قدام من بدري، ما بيسيبهاش تخش لغايه عنده وبعدين يرجع ياخدها وياخدها من بدري، فبالتالي على طول حاطط المقاولين في نص ملعبها، ودي صعبه على لان فرقه المقاولين فيها كويسه ولعبت كوره كويسه، ولما بيطلعوا من الضغط بيعملوا لك مشكله، يعني المقاولين ما راحش غير كورتين تقريبا، راح جاب منهم واحده، وبالتالي فرقه عندها انه هاو تطلع الهجمه ازاي. فالزمالك يطلع 45 دقيقه ما بيعديش فرقه المقاولين من نص الملعب تقريبا، لو تلاحظ الجون الثاني يا سيف، بص عبد الشافي ضاغط فين واخد الكوره منين، معظم الشوط الاول كله كده، اول ما بتتقطع الكوره 2-3 بيضغطوا بيخلوا لعيبه المقاولين تلعب طويل، بص ضغط، وده اللي كنت بتكلم عليه ان عبد الشافي يعمل ايه، لازم يزيد، بص عبد الشافي زاد ازاي، خد اهتمام الراجل الباك اليمين ده ما خلاش يخش عليه، وبالتالي ادى فرصه لزيزو يا اما يخش كده يا اما يلعب كده. اللعب على الاطراف مهم جدا، انك يبقى عندك حلول، او ما تخش باك الشمال بيكمل، بص ممكن يلعبها له ويوديه للجون، هو خد خط ثاني ماشي، بس هو لو عبد الشافي ما كانش بيكمل الراجل كان هيجي قبله من بدري ويقفل عليه الزاويه. الناحيه الثانيه نفس الكلام، اونجمو وحمدي يعني يمكن احسن ماتش لاونجمو، نعم هو اقلهم لكن احسن ماتش، بيرقص لكن لازم يعرف ان انا برقص عشان اعدي، مش هرقص عشان ارقص وخلاص، انه عدى كذا مره ويرجع تاني للراجل بعد ما بيعدي وخلاص والدنيا مفتوحه واحنا لعيبه عايز يعدي تاني، فلازم اعرف انا بعدي عشان احل المشكله. لكن احلى حاجه في الماتش طبعا الشوط ده الجون بتاع زيزو حلوه جدا، وسلاح الشوط قلناه كتير جدا، مفيش حد بيشوط يا جماعه، جربوا تشوطوا حتى في الدوري المصري ككل، يعني مش هتلاقي جوان شوط، جون حلو جدا، زيزو لعيب دايما بيقول عليه لعيب منظم، لعيب ملتزم بشغله جدا جدا جدا. الزمالك استحق الشوط الاول الفوز بشكل كبير جدا، وبرافو ميتشو. يعني الحقيقه مباراه يعني شوط المفروض هادئ، مش محتاج اصلا اي انذارات ولا اي حاجه، حتى اهداف الزمالك لو جبناها سريعا دلوقتي ما فيهاش ازمه، هدف المقاولين العرب عدى بهدوء مع نادي الزمالك، وبعض الناس عندها شك في هدف نادي المقاولين العرب هل هو تسلل، لا هيكون لنا اكيد حديث مع الكابتن احمد الشناوي فيه. نطلع الاول فاصل ونرجع بعد الفاصل نسمع كابتن عبد الظاهر السقا. في مديرين فنيين هيفكروا في ايه الشوط الثاني، هيفكروا في ايه يا كابتن؟ هيفكروا ان نادي الزمالك ازاي يقدر يزود الاهداف. طب هم فكروا في ايه في الشوط الاول اصلا؟ هم فكروا اولا الاثنين كانوا عايزين يكسبوا، رقم واحد نادي الزمالك اعلن ان هو عايز يكسب
اولا ربع ساعه هايله جدا ما عملهاش نادي الزمالك من زمان. فكرنا بماتش بيراميدز والكاس فعلا كل حاجه عملها في الكوره. وقلنا قبل المباراه ان فرجاني ساسي فعلا لما بيتحرك ويفوق نادي الزمالك بقى له شكل تاني. فرجاني ساسي في الدقيقه 5 ضيع هدف بدماغه، كان المفروض لو هو حاسس بالمكان كان حطها هدف، كان ممكن يكون في الدقيقه 5 احرز هدف. 13 شاط شوطه حلوه جدا جنب القايم يعني هايله جدا. في الدقيقه 14 احرز الهدف. يعني ما تيجي تبص على خطوره نادي الزمالك هتلاقي من فرجاني ساسي، وده اللي احنا بنبص دي لو هو حاسس ان الجون طلع او هو شايف او هو ما حاسش ان هو لوحده، طبعا ده الهدف اللي احرزه. وده مميزات فرجاني، يعني فعلا لعيب محوري بطريقه كبيره جدا، ما بيتحرك كل نادي الزمالك بيتحرك. بص ملفش دماغه كويس او هو ما حسش ان ما حدش ماسكه، ملعوبه حلوه قوي. يعني بص دي معمول بلوك له حلو جدا وطالع وموجه، وحتى عماد النحاس عامل حسابه وحاطط لعيب في المكان ده. هو لاعب سهله وحشه قوي ولاعب صعبه حلوه قوي. لا بس دي يعني بص محمود علاء ثلاثه عايزين يجيبوا جون، وده الشراسه بتاع الانديه الكبيره نادي الزمالك عايزين يحرزوا جون. بيلعبوا على حته ان ما افقد الكره اجيبها على طول، لكن الهدف جه من نفس الميزه اللي كانوا مميزين بيها نادي الزمالك. يعني لو جيت تبص للهدف هتلاقي اتقطعت من طارق حامد، المفروض اتقطعت مني خلاص، هو الوحيد اللي كان بيجري يجيبها طارق حامد وزيزو. لما طارق حامد فقد منه الكره طارق حامد راح على الجنب، فاصبح نص الملعب فاضي. نادي المقاولين لعب بسهوله جدا وتحركوا. بص طارق خلاص فقدها، مين اللي هيجيب الكره؟ المفروض فرجاني ساسي كان ضم على الراجل ده ما لعبهاش. طبعا سيف اتحرك في ظهر النقاز. هنا بقى بص لو سمحت ممكن توقف لي، كل الناس بص العواد خلاص. وطبعا عواد اخطا فيها لانه هو اصلا كان متقدم. عواد بص لما طارق ادى سيف ضغط عليه واحده شكر نجيب جابها، طارق بيحاول يجيبها. طب لو طارق ما نجحش انه يجيبها، طارق الوقت بره الملعب جول، التخليصه دي جول. يعني لو هنا بقى لما طارق بيطلع من نص الملعب نادي الزمالك بيضعف جدا دفاعيا، وده اهميه طارق في نادي الزمالك. فرجاني ساسي بص التحول بقى ان انا ازاي اتمركز صح، ودي صعبه جدا. كمان سيف لعبها، يعني سيف لعبها بيفكرني بجون شيكابالا في المقصه، واحنا قاعدين كنا بنقول ان جون شيكابالا نفس الباصه ونفس ان انت بتضرب خطوط، لان المدافعين كلها باصه للجون والجون باصص ليهم، فبيلعب في حته صعبه جدا. لو جون طلع بيغلط، ولو السرد باك حطها ممكن يحطها في نفسه. فمهم جدا الباص الاسيست كويس جدا. هنا الضغط اللي هو كان مميز في نادي الزمالك اصلا في الشوط الاولاني. الكره دي فيها كلام، معلش ارجع الكره دي بقى تاني بقى نساوي نرجعها تاني كده يا جماعه، نرجعها تاني بالظبط. هي بس عايزين نشوفها بس، ولما هو بيبصيها بس طلع طلع وبيبصي طلع بس اوف اوف بس لا قبل 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 لا ارجع لا ارجع 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 بس كده كده لا الخط الخط كانت سيف لا كده مش بس لا مش كوره لسه ما لعبش كوره. طب العب 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 بس العب بس كوره صعبه لان جسمه يعني دي عايزه كبشناوي كبشناوي دي كوره صعبه. اللي انا عايز اقوله طيب انا وينش ليه ما جريش معاه؟ ليه ما بقاش من يعني مشكله السردبكات راح عليه؟ لا ما راحش عليه. بص بص لا هيروح عليه لا لا هيروح عليه اهو بس رايح محلق مش رايح ضغط بالظبط كده. ده لا قريب منه لازم يكون قريب منه جدا لان محمود علاء باصص للكوره. لا هو ملحقش ورايح عليه اهو ماشي هو بيأمن مكانه كمان بيشوف مين جاي ثانية واحدة. لو الونش يا حازم فضل ما راحش هناك كان عمل ايه؟ كان قفل الحته دي. لا ما لازم يروح لا ما اصلا النقاص جابه خلاص بس رجعه تاني لغايه لما هو عماد بيلعب على دي. انت عارف دي المشكله هنا ايه؟ ان هنا حمدي النجاز لازم ينزل هو قصدي مش طارق قصدي فرجاني عشان طارق مش موجود هو لازم كده. ينزل سيرد باك تاني خط النص ينزل سيرد باك تاني هو ما نزلش. طب كده هتلاقي شكري هو اللي عامل سبرنت وفرجاني بيجي وراه هرجع البصل اللي جنب دي وهنتوقع ان الونش ما راحش. كان ممكن يحل ان الونش ما راحش لازم يروح عبد الظاهر ما ينفعش برضه ما يروحش ليه؟ لان سيف مش خطر سيف ايوه بس اتجنب رايح واحد دي خبرات حازم في الحته ديت. لو الونش ما راحش ما كانش هو دلوقتي انا لازم دلوقتي اروح استاد اللقاء ونطلع بتاع اللعيبه ونطلع بالزبط. سريعا لاستاد اللقاء وفعاليات الشوط الثاني من لقاء المقاولون العرب ونادي الزمالك او نادي الزمالك والمقاولون العرب. نتيجه الشوط الاول 2-1 لصالح نادي الزمالك. كان شوط ممتع، نتمنى ان شاء الله باذن الله شوط ثاني كمان ممتع. الميكروفون يعود سريعا الى الزميل العزيز المتالق مؤمن حسن.
شكرا جزيلا للزميل العزيز مؤمن حسن. انتهى لقاء فاز نادي الزمالك 3 نقاط مهمين جدا في مشوار نادي الزمالك للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز. الزمالك يصعد إلى النقطة العاشرة ويتصدر جدول الدوري الممتاز. ده هدف المقاولين العرب الأول في الدقيقة 12، تقدم عن طريق محمد سالم ثم عاد نادي الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق فرجاني ساسا. وفي الدقيقة 34 أحرز هدف التقدم وهدف الفوز والهدف الثاني لنادي الزمالك أحمد زيزو. لينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك، فوز مستحق لنادي الزمالك. الزمالك هو الأفضل، لعب في وقت من الأوقات الزمالك 10 لاعبين بعد طرد فرجاني ساسي وأيضا سيف الدين الجزيري طرد من نادي المقاولون العرب، ولكن آخر دقيقتين. الحقيقة أنا شايف اعتراضات كتيرة على التحكيم، ولكن أكيد هيكون لنا لقاء خاص وحديث خاص مع الكابتن أحمد شناوي البنا. يعني من اللي احنا شايفينه كده عامل مباراة جيدة، غير لو كابتن احمد الشناوي عنده وجهات نظر اخرى. الحقيقة لقاء النهاردة ممتع من جانب الفريقين، ولو كانت الافضلية الفنية لفريق نادي الزمالك. هاردك للمقاولون العرب، الف مبروك لنادي الزمالك. فاصل ثم نعود بعد الفاصل مع نجومنا. لقاء النهاردة الحقيقة كرويا ممتع من جانب الفريقين، والشوط الثاني كمان كان فيه ثارة كبيرة جدا. لعب الزمالك ثم لعب الزمالك ناقص واحد ثم طرد المقاولين العرب، وانتهى اللقاء بنتيجة الشوط الأول 2-1 ليصعد الزمالك للنقطة العاشرة ويتصدر جدول الدوري الممتاز. كابتن أيمن ألف مبروك. الله يبارك فيك. مباراة رائعة يعني في مجملها. الشوط الأول طبعا متميز جدا قوي للزمالك، والشوط الثاني المقاولين احسن. دخل في الشوط الثاني الاداء اتغير قوي، عماد النحاس غير الاداء وغير الريتم وغير التحولات الهجوميه بتاعته، وابتدى هو اللي يضغط على لاعبي نادي الزمالك زي ما الزمالك عمل معاه الشوط الاول بالظبط. بس بصراحه الزمالك النهارده ماتش من الماتشات المهمه المؤثره في شخصيته، تحول كامل في شخصيه لاعبي نادي الزمالك، التفاهم مختلف، التناغم مختلف. ميتشو احسن كمان النهارده في عمليه توظيف اللعيبه اللي تحت راس الحربه، رغم ان في لعيبه كانت ادت اداء فردي رائع جدا وجماعي رائع جدا، وفي لعيبه ادائهم الفردي اقل من المقبول او اقل من اللي كان المفروض يظهروا بيه، زي اونجم. اونجم من اللعيبه اللي مجهودهم مثلا كبير جدا، لكن الانتاج دايما اي لعيب يرتبط اداؤه بانتاجه بدرجات انتاجه. اونجم عامل مجهود كبير في المباراه فعلا، لكن درجات الانتاج بتاعته محدوده جدا. ده الهدف الاول طبعا بيتعاد بتاع المقاولين العرب، ومستنيين الكابتن الشناوي على هل الهدف تسلل مش تسلل، تبان بشكل اوضح لما تتعمل الخطوط. لكن في المجمل الزمالك يستحق الفوز، الزمالك احسن. منطقه نص الملعب النهارده مباراه خاصه جدا كالعادة. طارق حامد والله بقى لعيب بره التقييم خالص يا سيف. طارق حامد لعيب عنده ثبات مستوى غير عادي، بالذات في عملية الضغط وقطع الكرة والتسليم السهل. أداء طارق حامد بصراحة غير عادي، دائما بهذا الأداء المتفوق في مناطق نص الملعب. ترمومتر نادي الزمالك أو المزاج، الحالة المزاجية لعيب نادي الزمالك ساسي. الحالة المزاجية اللي ظهر عليها ساسي النهاردة هي اللي ادت طعم، ادت شكل، ادت أداء راقي جدا للاعبي نادي الزمالك النهاردة. بس أقول لك حاجة كابتن، واضح إن ساسي رغم تألقه مش مركز. يعني مفيش لاعب ياخد إنذار بالشكل ده ويبقى عارف إن عنده إنذار ويلعب بالخشونة كده. هو وهو لعيب اتورط فيها إن إمام عاشور غير رتم اللعب ودخل لقلب الملعب بدل ما كان لازم يحتفظ بالكورة، عمل مع أبو طيب وانتو، لكن دخل الدخلة طبعا دي. يعني مش دي مش بتاعته. هو مش حنيف يعني، هو مش بتاع الدخلات دي، هو لاعب فنان. ما تقدرش اللعبة دي تقدر تقيمها لكن فرجاني ساسي لا مركز في المباراة، أداؤه غير عادي في المباراة، لكن اللعبة دي خانوا فيها التوفيق أو خانوا فيها التركيز. رغم تألقه بس واضح إن هو تركيزه يعني في اللعبة دي في اللعبة يعني دي هو خانوا فيها الأداء في اللعبة دي. لكن هو عموما طوال المباراة كان نجم من نجوم المباراة. هو وعجبني قوي حمدي النقاز النهاردة، عامل جبهة محترمة. عجبني عبد الشافي الشوط الثاني، عبد الشافي هاي الشوط الثاني. مجموعة كل مجموعة دي لعيبه من الزمالك النهارده في حالتهم. اوباما عامل كانت مباراه رائعه جدا النهارده، اسلوب الضغط بتاعه، اسلوب السلام والتسليم، عمل مباراه شوط رائع جدا. وزيزو يظل زيزو عمل حاله غير عاديه في الناحيه الشمال، وان هو يزود في يعمل كثافه في نص الملعب. بصراحه ميتشو
عارف يلعب بفرقه الزمالك بشكل مختلف النهارده، اظهرهم بشكل مختلف النهارده. والزمالك كان ذكي جدا في عمليه ان هو بعد الهدف اللي دخل مرماه عمل عمليه ضغط متكامل على فرقه المقاولين لحد ما قدر يخطف الهدفين بتوعه، ما يخطفهمش. ده نتيجه كانت متوقعه لجوده اداء الزمالك المتميز في الشوطين. يظل طبعا تغييرات ميتشو يعني اضطراريه، لان فيها اصابات وفيها حاله طرد وفيها لعيبه، لكن اعتقد ميتشو النهارده ما تقدرش تقول عليه غير اداء جيد. عماد النحاس مباراه سيناريو الشوط الاول، لكن السيناريو بتاعه كان متكامل الشوط الثاني، عمل حاله جيده جدا الشوط الثاني وكان اداؤه مقبول جدا وضغط على لعيبه الزمالك، واعتقد لكن بصراحه الزمالك النهارده يستحق الفوز. هاخد برضه حازم من كلام كابتن ايمن، يعني ميتشو حتى في تغييراته التغييرات نفسها مش اختياراته، يعني مصطفى محمد النهارده مش في حالته، نزل وغير ونزل خالد بوطيب برضه مش في حالته، مش في حالته. نزل اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي والزمالك ناقص واحد اكتر من خطا مش عارف يقف على الكوره، يعني كان ممكن يكلف الزمالك كتير. فهو بيعمل تغييرات صح، يعني في لحظات التغيير احنا شايفين ان التغييرات مظبوطه، ولكن اللعيبه نفسها مش في حالتها. انا ما اعرفش اللي هو غيرها، يعني انت بتبقى نازل المدافع او البديل ده لازم يعني يبين عنده اكسترا، عايز يلعب، يبين للمدرب ان هو يستحق ان يكون اساسي، بيلعب ربع ساعه تلت ساعه، هم دول يعني مش 90 دقيقه، وبالتالي يعني ما اعرفش. يعني حتى امام عاشور نزل مساحه واسعه جدا قدامه في حاجات كتير جدا بيبصي غلط. اشرف بن شرقي بيرقص حلو قوي قوي، بس بيزودها جدا، يعني خلاص واحد انت مطلوب منك واحد، عملت شمس واحد تمام، العب بقى التانية، عايز تدي واحد كوبري على راس 18 وانت مطلوب منك واحد، وانت رايح تجيب جون، يعني حاجات مش في المكان ولا الشكل. لكن فوز مهم جدا، ثلاث نقاط مهمين لنادي الزمالك، فوز مهم واداء جيد الحقيقه. اداء الشوط الاول رائع رائع، الشوط الثاني بدنيا الزمالك في مشكله بدنيه، يعني خلينا احنا كل واحد في 3 4 مسكوا رجلهم في الملعب بدنيا، ان انت تلاقي في مساحات الشوط الثاني قبل حاله الطرد، يعني ده كل ده في الاول، لكن على الدقيقه 70 65 مش هتلاقي زيادات عاديه كتير، هتلاقي دايما واحد او واحد بيكمل بس مش زي الاول. بدنيا في مشكله بين الشوط الثاني عن نادي الزمالك، مفيش الكثافه العدديه، مفيش الضغط اللي من قدام، اكيد ما حدش بيضغط على طول، لكن مفيش الزياده العدديه كتير واللعب اللي هو كما كان الشوط الاول شويه، دي لازم برضو ميتشو ياخد باله منها شويه، حته بدنيا ان اللعيبه تقف على رجليها ازاي. الزمالك الشوط الاول لعب كويس، ليه؟ اللعيبه قريبه من بعض جدا، بتقطع الكره من بدري من فوق، وبالتالي نص ملعبها. الشوط الثاني الزمالك لما رجع ورا بسبب انه تعبان او الراجل قال لهم يرجع شويه بقى يقطع الكره، ولما بيطلع بالكره ما بيلاقيش ناس كتيره بتطلع قدام. لكن فرقه المقاولين فرقه صعبه، فرقه تاكتكس قويه، وتغييرات عماد بصراحه كانت كويسه جدا، لما نزل لويس ادواردو لعيب كويس قوي، طلعت لعيب كويس، مجلي لعيب كويس، وكانوا كويسين خصوصا لويس ادوارد وطلعت، يعني نزلوا فايقين بياخدوا الكره ويسحبوا الفرقه بشكل كويس. الحاجه اللي لازم يلعب يشتغل عليها ميتش هما اللعيبه البدلاء، لازم اللعيبه دي تكون تحس في فرق كبير، يعني خالد بوطيب نازل بس حاسس ان ده كل هنا كرة مش عارف هنا للعيبه بقى. أيوة يعني انا النهارده الفرده الاساسيه مش شغاله بنزلك، انت لازم يكون عندك الافضليه برضو. يعني الكره اللي طرد فيها فرجاني لما تلاقي امام عاشور خد الكره ودخل جوه الملعب، ما تباصي يا امام، باصي خلي الكره تمشي، دخلت لغايه لما بقت المسافه بيني وبين صغيره جدا فزنق الراجل في الباص، طب من بعيد جدا تلعب الباص، مش لازم يمشي بالكره واحد واثنين خلاص يا كابتن رقص كويس، لا رقص ماشي، اول ما دخلت لجوه العب الكوره، بص لبس الراجل ولبس هو بيقول لهم طيب. هو بيقول لهم فرجاني فرجاني لعيب محترم الحقيقه، يعني شخصيه محترمه، يعني عارف القصه ورايح بيكلم اللعيب بتاعه عشان هو لبس عشان هو لبس، قال له العب من بدري، بص العب هو من بدري، هو بص شايف المساحه دي بس 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 واقف كوره، بص شايف المسافه، هتخلي اولا خالد يقف على الكوره وامام ده هيبقى عنده مسافه ممكن يستلمها تاني، لكن بص بقى لعبها وهو فين، قاعد ماشي قاعد ماشي ماشي، طب ما انت زنقته يا ابني هيوديها فين، يعني ليه يعني خليها اسرع شويه. ف يعني دي يمكن البودلة ما اسعفوش نادي الزمالك قوي، بلس المهاجمين كلهم الحاله الاربعه المهاجمين الشوط الثاني يا سيف مش كويسين، عشان كده الزمالك هجوميا ما كانش يعني زيزو الشوط الثاني ما بانش خالص. الزمالك لو عنده واحد او اتنين بيعملوا سبرنت ونجم جات له واحده بعد الدقيقه 70 كان احرز هدف، ونجم جات له واحده اللي عملها له اوباما جوه انت جوه السته، حطها في ثلاث خشبات، انا مش عايز اجيب جون يا عم بس حطها في ثلاث خشبات، انا دايما بقول للعيب ضيع، ما اللعيبه كلها بتضيع، بس حط في ثلاث خشبات خلي الجون يطلعها، لكن انت جوه السته وبتقلش
زي امبارح الراجل احنا كنا بنتفرج على ماتش وادي دجله مع ابو ظاهر امبارح مع موليالو لورا جوه السته بيعملها كده برضو قلشت منه بره 18 يا ابني يعني انت كمهاجم بتلعب الناس دي كلها بتقعد تلعبك الالعاب دي كلها عشان تحطها في الجون في الضيقه في البعيده بوش رجلك الخارجي لكن ما ينفعش تقلش منك في المنطقه دي لان انت الكل الشو ده كله ليه بيتعمل عشان توصل للحته دي عشان تجيب جون فحط تفكيرك حطها في التلات خشبات مش لازم يبقى شكلها حلو حطها وخلاص يعني يمكن اولاد الشوط الاول عمل كام حاجه من بتوع زمان هو الترقيص بس مش لسه ما قفلش عنده احسن من كده لا من بتوع زمان ايام ما كان في المغرب يعني قصدي لا هو لسه ما عملش حاجه خالص يعني لسه بص دي المفروض لا اما تحطها في الضيقه في سقف الجون لا اما تحطها بوش شكلك الخارجي في البعيده يعني دي بس دي عايزه حد حريف قوي يعني لكن بعيده قوي حتى مش جنب العارضه يعني بعيده ماشيه بالعرض يعني لفت على وشه لفت على وشه وش. ما هو عايز يحطها بقوه خلاص لا حطها وجه يعني صح. الحقيقه برضو ثلاث نقط كانت عبزار مهمين لنادي الزمالك ومكسب النهارده واداء وكان نادي الزمالك هربان منه الاداء مهم جدا مهم جدا ان انت حتى في الشوط الثاني وانت مش فورمه برضو وانت مش قادر ان انت توصل لجون تكسب الفرقة الكبيرة كده الفرقة الكبيرة لازم تاخد ثلاث نقط ثلاث نقط بيرجعوا لها الثقة تاني بيرجع ثقة المدرب واللعيب تاني بيبقى عايش أسبوع هادي جدا بيحضر نفسه بشكل كبير جدا لكن خسارة فرجاني هتبقى خسارة كبيرة جدا لنادي الزمالك بجد بجد النهاردة فرجاني يعني أنا بفتكر الماتشات اللي قبل كده الثلاث ماتشات اللي في الدوري والماتش ده لا هو فارق بشكل كبير جدا إن هو اللي بيعمل الشغل كله لما بيفوق نادي الزمالك بيفوق هو أوباما هما الاثنين محورين لعب جامدين جدا لما بيتحركهم النهارده أوباما جرى كمية جري غير طبيعية الناحية الشمال تلاقيه عامل تويتو مع زيزو الناحية اليمين رايح مع أوناجم والنقاز محور لعب غير طبيعي اللعيبه حطت كل مجهودها في الشوط الاولاني ونجح ان هم يطلعوا 2-1 لكن الحفاظ والتقدم ب 3-1 هي دي اللي كانت لازم تكون الهدف عندنا الزمالك لو نجم حط الجون الفرصه اللي ضيعها انا شايف ان نادي الزمالك كان ممكن يبقى اهدى من كده واحسن من كده بكتير لكن طول ما انت 2-1 لحد الدقيقه 94 وانت قلقان لان الكابتن عماد كمان رد عليه بتغييرات كلها سريعه كلها هجوميه نعم في منها المضطر وفي منها اللي مش مضطر لكن بيقول ان انا عايز اتعادل وكان طيب حسنا كابتن هنروح بس لميتشو في المؤتمر الصحفي سريعا نشوف هيقول ايه ونرجع لكم تاني it was tough competitive game ماتش كان صعب جدا having in mind that in last three competitive games of our two respective teams, Zamalek and Mokavlun. There have been two draws and one win of Zamalek. We knew that we shall have a thrilling match. خصوصا ان اخر ثلاث مواجهات ما بين الفريقين اتعادلوا مرتين والزمالك كسب مره فكنا عارفين ان الماتش هيكون صعب ومشوق من قبل ما يبدا. Opponent has at all not surprised us. We know that he is very good defensive oriented team that has very good transition. احنا يعني ما قابلناش اي مفاجاه في الملعب احنا دارسين الفرقه كويس وعارفين ان هم بيلعبوا يعني بشكل دفاعي وبيلعبوا على التحول الهجومي in all occasions when we looked lose the ball we provided recovery behind the ball except in that one situation when we conceded the goal في كل المرات اللي فقدنا فيها الكوره كنا بنتنظم كويس تحت الكوره دفاعيا ما عدا مره واحده هي اللي جابوا منها استغلوها جابوا منها الجون however we didn't lose the head we scored equalizing goal scored the leading goal مع كل ده ما فقدناش تركيزنا وجبنا جون التعادل وجبنا جون الفوز going to the half time with leading the game وخلصنا الشوط الاول واحنا كسبانين الماتش on half time we wanted to defend lead with possession الشوط الثاني كنا عايزين ندافع بالاستحواذ to attack opponent goal ولما يجي لنا فرص نهاجم على مرمى الخصم to push them far away from our goal نزقهم على قد ما نقدر بعيد عن الجون بتاعنا However, we have not been, we have done well in possessing the ball and trying to, with possession, to make opponent tired in times when they come to us to not create the chances. استحوذنا بشكل كويس وتعبنا الخصم في ضغطهم علينا. And I believe we have succeeded in very important mission of winning one very important game. احنا نجحنا في مهمة النهاردة في ان احنا نكسب ماتش مهم زي ده. Knowing that Mukavlun is one very good competitive team. واحنا عارفين ان مورين فريق جامد جدا في الدوري. This will be one injection of motivation to us. الماتش ده هيبقى عامل تحفيز لينا اكتر لقدام.
we have won the game and in the same moment injected ourselves with confidence before playing Generation Food. كسبنا الماتش وخدنا ثقه من الماتش من فوق من المكسب النهارده عشان ماتش Generation Food. Critical themes from this match we shall use in preparation for the match against Generation Food. طبعا كل تحليل الماتش ده وغلطاتنا هنقف عليها ونحاول نصلحها ونستفيد منها قبل الماتش اللي جاي. In clear possession, very often we have given the ball easily away, and this is one of the biggest targets that we have because we need to be a dominating team that is dominating and as many as possible attacks finishing with attack on the goal. مشكلة من المشاكل اللي قابلناها ان احنا بنستحوذ بنفقد الكرة بسهولة، واحنا فريق عايز يوصل لحد الجول ويعني نخلص الكرة عند الجول، ما ينفعش نفقد الكرة بسهولة في نص الملعب، فلازم نعالج المشاكل دي. I want to give credit to the players. They have fought and deservedly they won the game. هو بيدي رصيد للعيبة ان اللعيبة حاربت وطلعت اقصى ما عندها عشان تكسب الماتش. اوكي، أسئلة؟ اتفضل. مستر ميتشو، ممكن في مباريات الدوري اللي اتلعبت حتى الان الزمالك قدر ان هو ياخد سيرف اللقاء بتسديدتين، والاثنين كانوا لاحمد سيد زيزو، واحده في مباراه المقصه والثانيه في مباراه النهارده. ليه دايما مش بنشوف لعيبه وسط الزمالك سواء الدفاعي او الهجومي بيسوقوا كتير من بره؟ يعني دي ميزه ما شفناش في الزمالك فترتها من بعيده قوي. هل بيبقى في تعليمات من حضرتك لقصه التصوير وده بيبقى يرجع للعيبه ان هي ما بتصوبش؟ ولا انت بتشتغل معاهم على النقطه دي؟ Okay, he says that 6 points from the last 4 games in the league, 6 points we got it from 2 far shots from the post, from the box, from Zizou. Yeah, out of box. Yeah, out of box from Zizou. So are we working on this and why the others, the other midfield players, they don't shoot from outside? Take the shots. Yeah. It is something that we are also asking ourselves. Thank you for your professional question. سؤال محترف جدا. I would and thank you for your observation because people are seeing that. كويس ان انا شايف حاجات زي كده. We have just last exactly when the FIFA break started, we completed our technical team in bringing our fitness coach Jose Manuel Montero Rodriguez from Spain. احنا عند فترة التوقف لسه جايبين مدرب الأحمال الجديد خوسيه مانويل مونتيرو من أسبانيا. And having in mind that we are the team that has fought directly without pre-season directly into the Egyptian Cup, in the Champions League, Super Cup and the League, of course we have been in a crisis because with freshness we won the Cup. And after that we entered in an element of crisis. After completing the complete technical team, we are just looking now to Generation Foot entering into the FIFA breaks and this under 23 break for Olympic, where we are looking exactly to put even rest of our midfielders in that position. In our game model, we are dreaming of having the team that is has variety of finishing options. One of them is exactly from outside the box with long range shots. هو ستايل اللعب اللي المفروض بنلعب عليه او الشكل اللي عايزين نوصل له ان احنا بنهاجم بتنوع، ويعني وحاجه من التنوع دول نقطه الشوط من بره ال 18. عشان لعيبه نص الملعب تقدر توصل وتشوط من بره ال 18 محتاجه تبقى واقفه على رجليها بدنيا. فالراجل اللي هو خوسيه مانويل مونتيرو المدرب الاحمال اللي لسه جاي يجيب فتره التوقف دي على طول بعد اخر ماتش على طول جه يشتغل على ان هو يعالج المشاكل البدنيه اللي كانت عندنا، خصوصا ان احنا دخلنا في المنافسه على طول ودخلنا في الحرب على طول من غير ما نعمل فتره اعداد، يعني بالفريق ده كله مع بعض، الفريق ده اتجمع بعد فتره الاعداد. هو بيشتغل على القصه دي. السؤال الثاني اتفضل. Ferghani Sassi, of course, is suspended next game, and we have Zizou is injured, and Mohamed Hassan is injured. Zizou, Ferghani Sassi is playing the game so after the break. So, what we will do? We shall find a way to improvise. If you remember last match against Masr FC, we have played without midfield, without our first pair of central defenders. But nobody is not interested here in this country. People simply look, name Zamalek, no matter who is playing, need to win all the times. I have been surprised with the panic that people had. We are not at all in panic. We are fully controlling the situation.
we shall find a way who will partner in central midfield Tariq Hamed in order to prepare ourselves for the matches ahead of us. هو مش فاهم ليه الناس يعني متوتره لما في حد من التشكيله بيغيب. فريق الزمالك اللعيبه كلها زي بعض ومش مشكله الاسامي، ايا كان مين اللي هيلعب هيلعب وهيأدي. في ماتش اف سي مصر كنا بنلعب من غير الديفندرين الاساسيين، وادوا والديفندرين ادوا اداء كويس. فايا كان مين اللي هيلعب هيلعب باسم الزمالك، مش هتفرق. المهم في البلد دي مهم اللي بيلعب باسم الزمالك يعني بيرفع شعار الزمالك. Did you choose to get any new midfielder in January? Did you demand this? We are thinking match by match. All our mind is on generation foot. We have no right to think beyond that. We go one match at a time. But I also ask questions those that they have spread it and comedy of comments. In my personal opinion, take from any team central pair of central first central defenders and complete central midfield, and then try to play the game. We have gone through that. We are having really players that are giving everything for the badge and jersey, respecting the name of Zamalek and playing for the club and supporters with their heart out. And we are looking forward with what we have available at present to put them to serve the team in the best possible way. لك هو يعني مش وقت الكلام في صفقات يناير، هو بيفكر ماتش بماتش. في اول تفكيره دلوقتي على ماتش جينيريشن فوت. قالك بقى ايا كان مين اللي يلعب، ايا كان ايه مركزه، بيلعب في البوزيشن اللي يطلب منه يلعب فيه. ما دام هو لعيب في الزمالك لازم هيأدي بقلبه وبروح ويرفع اسم النادي. طيب السؤال الثالث عند الاسود. Okay, Hussein Ashraf bin Sharki was one of the most important players in the beginning of the season, and now he's not getting too many minutes. And he's saying that Ashraf is nervous on the pitch now, and nervosity is one of the qualities of Zamalek players. That's what he's saying. What do you need? Do you need to boundaries of to put boundaries of discipline to these players, or? First of all, when you are talking and asking about Ashraf bin Sharki, he's very important player like any other player in our team. أنت تكلم على أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي لعيب من لعيبة مهمة جدا وزي أي لعيب عندنا في الفريق. Ashraf bin Sharki is not indisciplined. That boy Jaziri from Mokaulun has abused mother to Hamdi Negez. لو هتتكلم على الالتزام والسلوكيات. And when someone abuses your mother, let me tell you, try to keep your cool and try to be calm and whatever. Therefore, our players are not in discipline. People playing against us are trying football. When football is not succeeding, are trying to abuse and going beyond the line and whatever. And I strongly hope, and I'm standing firmly as a coach and human being, someone need to stop. Let the football be football. Let the sport be sport. And let them stop. Let them use football way of beating us. لك يعني الفريق الخصم كان فيه لعيب من الفريق الخصم بيشتم اللعيبه عندنا باهلها او بمامتها، فجرب حد يشتمك وسط ماتش وشوف هتعرف تمسك نفسك ولا لا. فهو يعني بيقول لك الناس ما عرفتش تلعبنا ولا تكسبنا بالكوره، فلجأت لاسلوب ان هم يخرجونا بره تركيزنا والشتيمه والكلام ده. فهو من يعني من هنا كمدرب نادي الزمالك بي عايز الكلام ده يقف، وعايز الناس تلعب كوره بس وما تقعدش تخش في صراعات جانبيه وخناقات وشتايم، واللعب يبقى كله كوره بس. مستر ميتشل، لاست كويشن. اوكي. Before that I would just tell, we know that here Zamalek is playing against so many teams and whatever, and we need to tell you that we really love each other from the first doorman on the door up to president.
us from technical team, our players and whatever, we are very much united, and I would like to send message to our supporters to believe in the team, to believe in these players. They really respect the badge and jersey. They really love playing for Zamalek. They give their the best. It is not easy. We shall give our the best in matches ahead of us. بس قبل السؤال عايز بس يوجه رساله لجمهور الزمالك ويقول لهم خليكم فخورين باللعيبه. اللعيبه بتطلع كل اللي عندها، واحنا كلنا عيله واحده قافلين على بعض ضد اي حد، ضد اي حد يعني بيلعب قدامنا في الملعب او بره الملعب، سواء من العامل لحد رئيس النادي. بيوجه رساله شكر للجماهير. اتفضل اخر سؤال. اسكوش congratulations for the 3 points. Okay. I think there is no much days between now and the next game. How we will adjust it in the fitness aspect, and as well when we will be stable technically on the formation. We are really in an unprecedented situation because I didn't pass the pre-season with this team. Mm-hmm. We have come immediately and gone to play Egyptian Cup, Champions League, and other and starting the league. And when we have that in mind, we shall use this period. Yes, players will go for the respective national teams, under 23 Olympic team, Tunisian team, and especially senior team of Egypt. We know that we need to find a way and balance, and I'm extremely proud, especially of the players that they have not been with the national team. They have really carried the team today together, because in FIFA break they have worked very hard, and their performance today on the field with giving everything for the team, those players that they have not been with respective national teams have given everything. So we shall find a perfect balance between players being with national team, between us having a comprehensive pre-season camp that will make us, after that November break, being much better from all the possible aspects. برضو خلي بالك احنا اول حاجة احنا ما هو بيأكد تاني ان احنا ما عدناش بفترة اعداد، فالتوقف اللي فات كان في ناس في المنتخب وناس موجودة معنا في النادي اشتغلوا مع مدرب الاحمال، ويعني النهارده كان باين عليهم في الملعب ان هم واقفين على رجليهم، سواء اللعيبه اللي جايه من المنتخب او اللعيبه اللي فضلت تتمرن في النادي. فاحنا نعدي بس الماتش الجاي، وبعد كده في توقف تاني، المخزون اللي عندهم يعديهم الماتش الجاي، وبعد كده في توقف تاني شهر. الشهر ده نطلع فيه معسكر ونعمل فتره اعداد كويسه تخلي الاداء يبقى ثابت والمستوى الفني ثابت والمستوى البدني ثابت للفتره اللي بعدها. لو اتكلم كمان على الواد اللي كان في المنتخب كلهم ليش عارف. ثانك يو مستر ميشيل. ثانك يو. كلام هادئ لميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، ودايما بعد اي مكسب الامور بالنسبه لاي مدير فني بتبقى هدايا. كابتن ابو ظبي رايك في كلام ميتشو؟ راي طبعا مدرب كبير قال كلام مهم جدا. قال ان الماتش كان صعب جدا ومتوقع ان هو صعب، فده طبعا درس نادي المقاولين. اشتغلت على الضغط بعد فقدان الكوره، وده حصل فعلا ما عدا الجون، وقال ما عدا الجون بس احنا خسرنا الكوره فيها. اتكلم على نقطة اللي احنا واخدين بالنا منها كلها، ألا وهي اللياقة البدنية، وده أهم حاجة أصلا في اللعبة، إن اللعيب مش واقف على رجليه. اللعيب مش واقف على رجليه يبقى هو قسم المباراة على كذا لعيب، عشان ما فيش لعيب ياخد كل المجهود. خلي بالك من دواعي الفاولات الكتير إن أنا لياقتي البدنية مش جاهزة، يعني إن أنا أنزل على الأرض وأعمل تاكلينج ده بيبقى آخر اختيار ليا، لكن إن أنا مش قادر فبعمل تاكلينج، فبعمل فاول واحد واثنين. المفروض كان مفروض يحصل التغييرات اللي حصلت، مفروض تنقل الفرقة ويحصل فيه تطور هجومي. عدم المستوى الجيد لإمام عاشور بس الفرقة كانت جاية تعبانة ليه؟ ده انت جاي من فترة توقف 12 يوم تقريبا 10 ايام اكتر، هو خلي اكتر يعني. بص يا كبسيف، هي عملية تراكمية، يعني انا هو بيشتكي من فترة الاعداد، ودي اهم فترة اللي اللعيب بياخد فيها قوة بدنية تأهله ان هو يلعب سيزون كامل. فترة ده دايما بنقول للعيبة اهتم بيها، لكن لان هي دي الاساس اللي هتوقفك على رجليك طول السيزون. لو انت ما عملتش فترة اداء كويسة، لا هتأثر عليك في كل المباريات.
خاصة لما تكون فرقة كبيرة بتشترك في كذا بطولة. لو اشترك في كذا بطولة لا انت لعيب كويس جدا، لعيب لعيب مهم جدا ان انت تحافظ على علاقتك البدنية، زائد ان انت تعمل استشفاء مهمة جدا، استشفاء واستريتش واللياقة البدنية دي بتبقى عامل اساسي ليك، لان انت بتلعب في كذا بطولة مش بطولة واحدة. فهتلاقي في لعيبة شايلة اللي هي جاهزة بدنية، هي اللي شايلة التيم زي طارق حامد. طارق حامد ما شاء الله عليه. مريحش يعني انت لو بتكلم على فتره الاعداد في لعيبه كتير قوي ما كانش عندها وقت على فكرة فتره الاعداد. في ساعات يا كابتن ايمن ان انت ما تريحش افضل لك ساعات. لا صعبه دي. لا يعني ان انت لا. ساعات السيزون بتلحم السيزون بالسيزون. في لعيبه بتحب كده، يعني مثلا طارق حامد بيحب كده على فكره. في لعيب في الاجازه بيخلي اللياقه البدنيه بتاعته صفر. كنا مثلا في تركيا كانوا يدونا برنامج في الاجازه، مش معنى انت واخد اجازه تبقى اجازه سلبيه تماما، لا، انت بعد خمس ايام بيبقى لك برنامج عشان ما ترجعلوش للزيرو، ما يبقاش المدرب بادئ من الزيرو، لازم تبدا مع على الاقل خالص يكون عندك 20% من اللياقه. فدي طبعا عامل مهم جدا، خاصه لما تكون لعيب كبير ولعيب بتلعب في مستوى عالي زي نادي الزمالك ومنتخب مصر وافريقيا وبطوله عربيه وكاس مصر، فبتلعب في كذا بطوله. فلو انت مش واقف على رجليك اولا هتصاب، وشيء مهم جدا، وانت مهم جدا في فرقتك. ثانيا انت مش تعرف تركز في الدقيقه 70، انت خلاص تركيز راح منك. زيدان لما جه اعتزل قال لك ان انا الاوردر اللي بديه لجسمي مش قادر ينفذه، خلاص انتهى تماما. فالبدن لا اهم حاجه عند الفريق، اظن ده ظهر. يعني هل الزمالك كابتن عنده البدائل المساويه للعيبه اللي في الملعب؟ هو المشكله في البدائل ان بتنزل تستعرض مهاراتها وقدراتها الفرديه على حساب الفرقه، وده لعمليه ان كل واحد عايز يقول انا موجود. وده مسؤوليه ميتشو ان هو ازاي يقنع اللعيبه ان كل واحد ليه ادواره في الفرقه. لكن اللي انا شفته ان اللعيب ينزل يحاول يستعرض ان زي ما كنتوا بتتكلموا، حد حب يدي كوبري في الدقيقه 92 ومطرود مني واحد، وواحد حب يعمل يشمس واحد من فوق دماغه الكوره، وواحد واخد الكوره وداخل بيها عكس الاتجاهات، كل دي حاجات بتدي لك انديكيشن ان اللعيبه دي بتفكر في نفسها اكتر من الفرقه في الوقت ده. وده اللي المدير الفني لازم يرجع يفرج اللعيبه على اخطائهم ويرجع يكلمهم. هو ده دورك، دقيقة دقيقتين 10 15 دقيقة لازم تأديهم بشخصية الفرقة بالشكل الجماعي المطلوب. وده ردا على سؤالك. الزمالك عنده بديل لفرجاني ساسي من غير لف ولا دوران؟ لا، ولا طارق حامد ولا فرجاني ساسي، الاثنين دول بدايل معدومة تماما. تماما مفيش بديل يقدر يدي لك الكواليتي الأداء بتاع الاثنين دول. بس الراجل المدير الفني ميتشو راجل ذكي، بمعنى تعلب برضه، يعني قال قال انا فرقتي شالت رجليها النهارده واقدر ازق للماتش الجاي فقط لا غير واريح. هو اللي قال. ايوه صح. وانت اللي بتصطاد. يعني 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 اول مره اسمع مدير فني يقول الخمس جمل دول. يعني هو يعني اعتقد اي واحد مدير فني بيبقى مستني التوقفات عشان يقدر يعيد فيها حساباته الفنيه والبدنيه، فهو بيتكلم ان في توقف اجباري. هو مش مفيش ماتش هو هيقول مش هلعبه، او في ماتش هيقول انا اخد الماتشين دول. هو في دوري وفي توقف رسمي هيجي للتصفيات بتاعه المنتخب الاولمبي، فاعتقد ده هيبقى موجود. حسسنا حراك سريعا بس نروح لاحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك واحد من نجوم نادي الزمالك مع زميلنا ايمن مصطفى على الهواء مباشره. ايمن اتفضل. تحياتي ليك كابتن سيف وتحياتي لكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. عقب فوز نادي الزمالك على المقاولون العرب هدفين مقابل هدف وحيد، سعدنا ان يكون معنا واحد من نجوم نادي الزمالك هذا الموسم احمد سيد زيزو. احمد برحب بيك الاون سبورت، مبروك الفوز النهارده. قول لي رايك وتقييمك للقاء، لقاء كان فيه منحنيات كثيره قوي، الكامباك والعوده من التاخر بهدف بتعبر عن قوه شخصيه نادي الزمالك في هذا اللقاء وهذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بوجه تحيه لكل اللي في الاستوديو طبعا. والله الحمد لله ماتش صعب، وفرقة المقاولين فرقة كويسة ومحترمة مع مدير فني محترم كابتن عماد النحاس. عارفين أهمية الماتش من قبل ما نلعب. والله جون زي ما تقول اتسرق مننا كده، يعني ماسكين اللقاء لغاية لما هم جابوا الجون، بس الحمد لله قدرنا نتماسك ونرجع طبعا في اللقاء. وأهم حاجة إن احنا هنا الشوط الأول بفرق جون. يعني اجتهدنا الأسبوع اللي فات ده كله واتمرنا على حاجات كتير قوي كانت ناقصانا، والحمد لله
الضغط بعد الكوره بعد ما تقطع الباص الكتير الاستحواذ الحمد لله طورنا بشكل كبير جدا يعني واشتغلنا مع مدرب الاحمال الجديد خوسيه ده من اسبانيا بشكل كبير جدا الحمد لله واللعيبه كانوا في المنتخب والحمد لله قدرنا نطور جزء بسيط من اللي كان ناقصنا الماتشات اللي فاتت يعني بتستعدوا لمواجهه النادي الاهلي فجاه بقيتوا بتلعبوا المولين العرب قول لي هل حصل لخبطه ما بين اللاعبين والجهاز الفني ولا موضوع ما اختلفش يعني والله مشكله موضوع التاجيلات ده موضوع ان انت تلعب هتلعب الاهلي ولا هتلعب المولين احنا لغايه من يومين احنا بنتمرن مش عارفين احنا هنلعب مين ولا هنلعب اصلا ولا لا فده بياخد من تركيز اللعيب بياخد من تركيز الجهاز الفني ماتش الاهلي غير ماتش المولين هيلعب لعيب مش هيلعب لعيب فالحاجات دي كلها بتاثر على المدير الفني وبتاثر علينا كلاعيبه يعني انت بتاخد بتهيئ نفسك للماتش بطريقه معينه فانت مش عارف تهيئ نفسك للماتش ولا هتلعب ولا مش هتلعب فطبعا حاجه غريبه يعني لكن الحمد لله ركزنا وطبعا احنا كلنا لعيبه كبيره وكلنا نقدر نركز حتى لو في ثانيه لو قلت لنا في ماتش بكره هنعرف نهيئ نفسنا للماتش لكن الحمد لله اهم حاجه النهارده في اليوم كله اجمالي اليوم ان احنا كسبنا الثلاثه بونتو ده اهم حاجه يعني زيزو مختلف تماما هذا الموسم اسيست امام الاتحاد السكندري هدف امام المقاصه وهدف النهارده ايه سر بقى في يعني هل ميتشو ليه دور في ده وفي كيمستري وتفاهم ما بينك وما بين ميتشو وليه دور في تطورك بالشكل ده الموسم ده اكيد بس الفتره الاخيره ان ناس كتيره يعني نصحتني ان انا اطور من الجزء ده الحمد لله بعمل كل حاجه في الملعب يعني بس هنا حسيت ان محدش هيقدر يلعب كويس والناس تشيد بيه لازم تلفت الانظار بحاجه اسيست بجون كل الحاجات دي خصوصا انت تلعب في الثلث الهجومي كنت مظلوم جدا الناس بتقيمني بس بالاهداف وده حاجه كانت مضايقاني بس حاجه في نفس الوقت حافز ان انا اطور حاجات كتيره فيا يعني كانت موجوده اوريدي فيا بس الفتره الاخيره الفتره الاولى مع جروس انا كنت قاعد 9 شهور ولا 10 شهور ما بلعبش عشان مشكله مع الفيزا والكلام ده دخلت بشكل بسرعه في الفريق والحمد لله قدرت احط اثبت مكان الفريق وبعد كده الفتره اللي فاتت دي كلها بدات اطور على مستواي على الجون وكل بعد كل تمرين اقعد نص ساعه ازود على الجون يعني والحمد لله النتيجه ظهرت دلوقتي ولسه ان شاء الله كتير جاي باذن الله حد كلمك او تواصل معاك من جهاز المنتخب اللي كان موجود النهارده لا لسه انا ما اعرفش اصلا المنتخب كان موجود النهارده والله طبعا كل الشكر للكابتن حسام البدر ان هو بيجي بيتابع الماتشات دي طبعا حلم لاي لعيب ان هو يلعب في المنتخب وحلمي من ايام ما كنت في اوروبا يعني ما ممكن سبب من اسباب ان انا رجعت مصر ان انا عايز الناس تشوفني اروح المنتخب طبعا ده فده حلم يعني وان شاء الله بسعى الفتره اللي جايه ان انا اساعد الزمالك اولا وان انا اكون في المنتخب باذن الله ان شاء الله حلمك يتحقق شكرا لك يا زيزو توفيق ان شاء الله اذا كابتن سيف ده كان لقائنا مع احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك وبالتاكيد العوده ليك مره ثانيه تفضل شكرا زميلنا ايمن مصطفى وده كان لقاء مع احمد زيزو لاعب نادي الزمالك اللي اتكلم بهدوء جدا طبعا بشكر الحقيقه كل مسؤولي نادي الزمالك على اللقاءات دي ونوجه برضو نداء لكل الفرق يعني كل الفرق ما عادش خلاص في الازمه بعد كل مباراه ولا الاعلام بقى مرتب بشكل كبير مهم ان هو كل نادي يبقى ليه لاعب او اتنين بعد كل مباراه يتكلموا وضع طبيعي بيحصل في العالم كله كابتن ايمن اتفضل لا هو طبعا بتفق معك مهم قوي ان التحليل الفني رأي المدير الفني اللعيبه احساسها جوه المباراه كل ده كان متميز خلينا اتفق وراجع لك في السؤال بتاعك البدلاء في نادي الزمالك والبدلاء انت شفت بن شرقي وشفت امام عاشور مثلا من اللعيبه الامكانياتها كبيره قوي بس مطلوب منه ان يكون عنده تركيز عالي قوي واهتمام عالي قوي واي دقيقه بيلعبها سواء ابتدى او بينهي يكون على نفس القدم ان الناس متوسمه فيه انه هيكون لاعب كبير في يوم من الايام بس دي عايزه مجهود وعرق وانضباط والتزام وجماعيه في الفكر قبل ما تبقى فرديه في الفكر وده اللي مطلوب منه بس لعيبه الزمالك مطالبين ان داخلين على ماتش مهم قوي جينيراسيون ومطالبين قوي ان هم الاعداد النفسي قبل البدني قبل الفني يبقى جاهزين ليه واعتقد الجميع هناك قادرين ان هم يبتدوا حاسم الحقيقه النهارده بنوجه كل الشكر لكل مسؤولي الزمالك والمقاولين العرب الاثنين فريق رايح يقابل النادي الاهلي وفريق رايح يقابل نادي اسوان فجاه فريق هيقابل نادي الزمالك والزمالك هيقابل المقاولين العرب والاثنين في النهايه اوكي ومشيت الدنيا ولعبوا وعملوا الاثنين الحقيقه رغم هزيمة مقاولين العرب وفوز نادي الزمالك ولكن حتى الأفضلية الفنية لنادي الزمالك الاثنين عملوا ماتش كبير أكيد دايما ماتشات الزمالك والمقاولين طول عمرها ماتشات قوية وفرقتين كبيرة ومسؤولين الناس مسؤولة يعني واسمه مسؤول فهو مسؤول عن أن ياخد القرار ويمشي الأمور عشان هو زي ما قلنا في أول الاستوديو هي أمور أمنية بحتة وبالتالي لازم يعني ده مسؤول تبقى عارف الامور انت فيها ما فانا بشوف ده طبيعي في يعني يبقى الماتش يتلعب والدوري يتلعب
هسألك سؤال سهل جدا، ولازم زي ما قلنا دايما نساعد يعني. هسألك سؤال سهل جدا، أي حد حتى لو محلل لسه مبتدئ هيرد عليه على طول، مش حال بقى أنت لو حاجة عملاق في مجال التحليل. كابتن حسام بدري النهاردة ممكن يكون عينه على مين اختاره؟ قال ده معايا. لا مش اختاره، لكن بيكون فكرة، بيكون رأي يعني. لو أنت مكان ما بيثبت رأيه على لعيبة معينة، لإما بيشوف لعيبة بيقول ممكن يجي منها وبالتالي هيتابع مع الفترة الجاية. مش شرط من الزمالك بس، ومن المقاولين كمان في لعيبة كويسة. أنا ما قلتش الزمالك. أيوة أنا بقول لك يعني. فهو أنت لسه في الأسبوع الخامس، فلسه بدري، وبعدين هو عنده تجمع الجاي خلاص. من وجهة نظرك النهاردة ممكن مين اللي يكون عجبه النهاردة؟ في الزمالك ممكن الشوط الأول كان طارق حامد أحسن واحد طبعًا، وفرجاني، بس طبعًا فرجاني مش منتخب. طارق اقوى واحد على المستوى نادي الزمالك، لان طارق ما فيش زيه في مصر كلها، مش نادي الزمالك بس، طارق قوي جدا بس ما شاء الله. خارج التقييم هو معاه اصلا. يعني مين جديد يعني النهارده؟ زيزو الشوط الاول ممكن يلفت النظر، جون حلو، راح للجون قبلها بواحده، بيعمل كروسات كويس، بيعمل كوره ثابته كويس، بيدافع كويس، لعيب ملتزم. عبد الشافي خبرات كبيره جدا، بس واضح ان الكابتن حسام اول ما جه واخد عبد الله وواخد حمدي، فهو رايح للحته دي يعني الصغيرين. عنده فتح الناحيه الثانيه، بس هو واخد الشمال، خد حمدي اعتقد لعيب بيراميدز، واخد عبد الله جمعه الزمالك، فصعب يروح لعب شافي، مش في كل الاماكن يعني هياخد ناس كبار. واخد فتحي، طارق حامد، محمود علاء، الشناوي، محمود علاء لسه متهيألي صغير عنهم شويه يعني. بس اسهلها عليك ونسمعه الاول حسام. انت خد عشان حسام يا عم، دخل الدخله دي قاعد قطعت مني وبتاع يعني. فاسهلها عليك. ماشي، نسمع كابتن حسام ونرجع نشوف. اكيد يمكن انا صرحت قبل كده في طبعا صعوبات كثيره جدا يعني، ويمكن الصعوبات دي بتتمثل ان في هتبقى مواعيد مختلفه لبعض الفرق في اخر مباراه ليها قبل التجمع، لان زي ما احنا عارفين مفروض الجدول اخر مباراه يوم 28، لكن في فرق هتلعب يوم 23، في فرق هتلعب بعد يوم 28 زي بيراميدز عندها الكونفدراليه يوم 3، المحترفين مباراتهم هتستمر لغايه يوم 10 نوفمبر قبل مباراه كينيا باربع ايام او ثلاث ايام، يعني ثلاث ايام، وهيبقى يوم 14 المباراه. ففي بعض اللاعبين هيكون عندهم مباراه لغايه يوم 10، الاسماعيلي عنده مباراه مؤجله اعتقد هيلعب يوم 10 كمان نوفمبر مع طنطا. فكل دي صعوبات طبعا، ان الفرقه ما تتجمعش في وقت واحد، ان الفرقه تبقى موجوده في ميعاد واحد بفتره كافيه على اساس يبقى في استعداد لفريق كينيا والشغل على مباراه كينيا. في نفس الوقت اكيد هيبقى في اختلاف في المعدلات البدنيه، لان في ناس هتبقى لعبه قبل المباراه بثلاث ايام، في ناس هتبقى في فتره طويله قبل التجمع. فكل دي صعوبات طبعا، واعتقد بنحاول نتعامل معاها، بنحاول طبعا نحط على الورق انتهاء المجموعه اللي المفروض هيبقى عليها الاختيار من كذا يوم كده، حطينا يمكن تصوراتنا للمرحله اللي جايه والاختيارات اللي ممكن تتم، بالاضافه طبعا مش بشكل نهائي لان لسه في متابعه، زي ما احنا شايفين احنا موجودين النهارده في استاد السلام بنتابع مباراه الزمالك والمقاولين، ومنتابع المباريات الاخرى مع الجهاز الفني. فكل الصعوبات دي طبعا حطيناها على الورق وبنتعامل معاها، لكن اعتقد طبعا يعني ما كنتش اتمنى تبقى في الصعوبات دي، وبالذات هيبقى اول لقاء رسمي، فان شاء الله بقى يبقى التغلب عليه باذن الله طبعا بتنظيمنا احنا بالنسبه للشغل وبالنسبه لاراده اللعيبه ان شاء الله، لانها هتكون اول مباراه. وزي ما انا بقول يعني يمكن انا اتفرجت على اكثر من اربع او خمس مباريات لفريق كينيا لغايه دلوقتي، مباراه كامله، فريق برضو فريق كويس وعنده ايجابيات، عنده سلبيات وعنده ايجابيات، لكن فريق كويس. لازم يعني نحضر نفسنا بشكل كويس ونحترم الفريق بشكل كبير جدا ان شاء الله. هل في محاولات لاقامه لقاء ودي قبل لقاء كينيا؟ بالفعل يعني يمكن زي ما قلت مش كل العناصر هتبقى متوفره، ودي هتبقى صعوبه اخرى، لكن في بعض اللاعبين زي ما قلت لك او بعض الفرق هتنتهي في وقت مبكر، فبالتالي الفتره الزمنيه هتبقى طويله جدا جدا جدا، فلابد ان احنا يعني الافضل ان احنا نعمل مباراه، تصوري ان هي تبقى يوم 8. راسلنا بعض المنتخبات زي منتخب جيبوتي، زي منتخب ليبيريا، وهي دي المنتخبات اللي يمكن كان عندها تصفيات وانهت ارتباطاتها،
فبنشوف كل ده هنتعامل معاه، واذا ما كانش فيه مباراه هتبقى صعوبه اخرى يعني هنحاول نتفاداها بشكل اخر، لكن هي دي الصعوبات اللي بتواجهنا في المرحله القادمه. هل في امكانيه لانضمام اسماء جديده ولا انت عايز تشتغل مع المجموعه بتاعت بوتسوانا تركز معاها تطور المجموعه الموجوده؟ وارد كل شيء طبعا، وارد كل شيء لغايه اخر يوم، يعني وارد كل شيء لغايه اخر يوم طبعا، قبل التجمع يعني قبل ما اخش المعسكر، قبل ما اعلن القائمه بتاعت المعسكر كل الفرص متاحه وبنشوف وبنتابع اللاعبين، لكن مش شرط تكون نفس القائمه اللي احنا اخترناها لمباراه بوتسوانا. ده كان لقاء مع الكابتن حسام البدري مدير الفني للمنتخب الوطني. نرجع تاني لأيمن مصطفى زميلنا مع أوباما واحد من نجوم نادي الزمالك، نشوف هيقول ايه. بجد تحياتي ليك كابتن سيف من داخل استاد السلام. هذه المرة يسعدنا أن يكون معنا يوسف أوباما نجم نادي الزمالك. يوسف برحب بيك على أون سبورت، مبروك الفوز النهارده، بالتأكيد لقاء صعب جدا، ثلاث نقاط في بداية الموسم مهمة، كل نقطة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله على المكسب، طبعا زي ما حضرتك قلت ثلاث نقط مهمين جدا جدا في مشوار صعب بطوله الدوري، وطبعا لازم تكون بعد الماتشين اللي فاتوا وخصوصا ان انت تعادلت الماتش اللي فات، كان لابد ان انت تكسب وتعوض شغل نادي الزمالك وترجع امال الجمهور طبعا ان انت بتنافس بقوه على بطوله الدوري، وطبعا تكون هدف خاص طبعا للماتش الجاي ماتش افريقيا، فلازم نكون مركزين والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا ثلاث نقاط. كان واضح جدا في نهايه اللقاء الارهاق البدني على لعيبه نادي الزمالك، ايه سبب ده خاصه احنا بدايه موسم وكان في فتره توقف دولي؟ والله يعني مش ارهاق على اساس اللي احنا اتطرد مننا واحد برده وبقينا بنلعب 10، فكنا بنحاول نمشي الكوره يعني بنمسك الكوره اكتر وقت ممكن، بس الحمد لله ربنا اراد وكملنا الماتش، ما يعني ما فيش حد مثلا طلع شد او حاجه زي كده، فالحمد لله ربنا خدنا اللي احنا عايزينه والماتش وما فيش اي حاجه حصل. انا كلامك بلسان جمهور الزمالك، الموسم اللي فات امامك كان عالي جدا لدرجه ان الكل كان بيطالب بانضمامك للمنتخب، السنه دي بتبذل قصارى جهدك لكن لسه بقى الحته الاسيستات التهديف يعني مش موجوده شويه، ايه المشكله؟ شايف المشكله في ايه او ايه اللي ناقصك عشان تبقى بمستوى الموسم اللي فات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برضو يعني هو جمهور الزمالك عايز يوسف احسن واحد في الدنيا، انا عارف كده كويس، فانا بحاول على قد ما اقدر والله زي ما حضرتك عارف ان انا بقصى بعمل اللي عليا، واه نعم اكيد بخفق ساعات كتير والفتره اللي فاتت اكيد ممكن ما كنتش موفق، بس انا بعمل اللي عليا والله، وان شاء الله اكون على حسن ظنهم الفتره اللي جايه، واكون زي ما هم شايفين اوباما يكون فين ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا لك اوباما واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. نادي الزمالك ومبروك للناس كلها حبيب قلبي. اذا كابتن سيف ده كان لقاءنا مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، وبالتاكيد العوده ليك مره ثانيه، تفضل. قال له حبيب قلبي مش مشكله مفيش مشاكل، اوباما واحد الحقيقه من نجوم نادي الزمالك وشخصيه محترمه جدا جدا، وبنشكر طبعا زميلنا ايمن مصطفى على اللقاءات الرائعه دي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع نجومنا نكمل حديثنا. هل ممكن يكون ميتشو النهارده خلاص حط ايديه بالفعل على التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك اللي ممكن يخوض بيها لقاء يوم الخميس؟ طبعا اكيد اكيد، بس ان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات، يعني اوباما كان بيزك في الاخر جاله شد بس شكله هيبقى كويس، زيزو ما اعرفش حصل له ايه بس برضه واضح انه كويس، لكن اعتقد التشكيل هيبقى هو ده، يعني اللي لعب بيه النهارده الشوط الاول اعتقد هيبقى كده، مش هيطلع منه يعني ال 90 دقيقه ال 45 دقيقه الاولى انديكيشن حلوه للفرقه، لعبت كويس ضغطت كويس، مصطفى محمد ما ظهرش لان ما لعبوش معاه كتير، هم لعبوا هم خلصوا كتير لكن مصطفى ما بانش كتير يعني، لكن بشكل عام اعتقد هيبقى بنسبه 99% هو ده التشكيل، تبقى بقى مش مشكله كبيره لو غير تاني. احنا يعني ما صدقنا ان احنا او لعب شوط كويس قوي، شوط تاني كان فيه مشاكل لكن الشوط الاول ابتدى كويس، فرقه المقاولين فرقه قويه جدا يا سيف، عماد النحاس عامل فرقه كويسه، ما خسرتش ولا ماتش في الدوري خلي بالك المقاولين السنه دي، اي نعم ما لعبوش غير ثلاث ماتشات يعني لكن ما خسروش، تعادلوا ماتش وكسبوا ماتشين وخسروا الثالث وكانوا جابوا جول الاول، فرقه كويسه قوي بتلعب يعني، طلعت الشوط الاول ما فيش ولا هجمه غير الكوره دي، وكوره زيها شوط برضه نفس بس من الميام اليمين من سالم عملها بالعرض برضه لكن محمود علاء خدها، ما عملوش حاجات كتير لكن الشوط الثاني اشتغل كويس، تبديلاته كانت كويسه جدا، بيعتمد على السرعات قوي بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني انا بشوف ان نوعا ما الشوط الاول للزمالك اعتقد ده هيبقى بنسبه 90% 95% هو التشكيل بتاع بيجنراسيون، يعني فرقه خدت مكسب ابتدت تتعود على بعض، ممكن يحصل تغيير اوناجم مثلا لو شيكابالا كويس يلعب شيكابالا، يعني اعتقد ده ممكن التغيير الوحيد يعني، لان هو مش
يعني مش ما اثبتش نفسه بنسبه 100% اوناجم. يعني ممكن اشرف بن شرقي يلعب ويلعب اوباما معاه، يعني يمكن هذه ممكن تكون التغيير الوحيده. يعني كابتن عبد الظاهر برضه بقت من افات الكره المصريه شويه ان انت تروح ب 20 مره على الجون تجيب هدف، تروح بخمس فرص تجيب فرصه، ومش وده مش هيفتح لك على طول. وفي جمله بيقول اللي ضايع دايما يستقبل. طبعا وده مهم جدا خاصه لما يكون ماتش مقفول. لما يكون ماتش مقفول بيجي لك فرص معدوده. يعني النهارده لو جينا نشوف الفرص النهارده مش هنلاقيها كتير، يعني مش هنلاقيها الهدف اللي جه. وتقريبا فرجاني ساسي بيضيع في الشوط الاولاني من ضربه راس لكن وده مهم. راس الحربه كمان كاب سيف ان هو لما يجي له فرص يهدف. يعني النهارده ونجم انا شايف ان هو كان ممكن يخلص المباراه لو جاب الكره اللي اتاحته في الشوط الثاني. كنت عايز اتكلم على الجون بتاع المقاولين اللي هو شبه جون شيكابالا في بيراميدز. لو جيت تشوف جون بتاع المقاولين ونجم ده انا طلبت كذا لقطه لأونجم لانه كان بيتاخر بشكل كبير، بيزودها جامد جدا، بيرقص واحد واثنين وفي الاخر خالص لما بيكون متاح المساحه ما بيلعبهاش. بص لازم يوصل للخط، لا خلاص يعني كذا مره عملها بالشكل ده. يعني احنا جبنا له مثلا اربع مواقف نفس الحكايه، واحد ضد واحد ماشي لازم يرفع راسه كمان يا كابتن. خلاص يعني ميجي يرفع كوره كده لازم يبص. بص خلاص بص قفلت. واقف اهو هنا خلاص قفلت يا كابتن. خلاص هي الاولانيه هي اللي فيها زي ما بيقولوا يعني هي اللي فيها الفعاليه، انما انت هترقص خلاص المدافع هيتمركز لك وهيبص لك وهيبقى كويس. بص دي برده دي خلاص كنت لازم تشوف يعني دي نوعا ما شويه يعني دي احسن من بس العيب يجي مني امكانيات بس هو لازم يطلع احسن من كده. لازم يكون عنده بلان يا كابتن ايمن لما بس انا قلت لك المجهود والانتاج لازم طبعًا. انتاجه يكون زي مجهوده كابتن. ده جون المقاولين اللي انت طلعته. بص الباصه بتاعت سيف هتبقى هتلاقيها بنفس الباصه. بص الباصه عامله ازاي، خلي بالك باصه صعبه جدا، اصعب كمان صعبه جدا ما بين السيرد باك. بص مش جايبه لك قريبه و1 تو 1 دي معديه التوقيفه. بص دي برده حلوه قوي. انت تقصد الحاجات اللي بعيده عن ايد الجون بالظبط، بطيئه وتحس انها سهله لكن صعبه جدا. اللي باص ده يا كابتن ده لعيب بس الثانيه مش بعيده عن الجون ده لعيب قوي مش بعيده عن الجون برده بعيده بتلف الكره لبره. عواد شال ايده هنا، عواد شال ايده خاف لان هي بص شيكابالا كمان دي برده ما يقدرش يجيبها لانها بعيده عن الجون ده صعبه جدا. فده من اللعيبه اللي انا بقول عليهم التوقيفه حلوه. بص حلوه قوي توقيفه مش طبيعيه من شيكابالا بصراحه. دي صعبه لانها متطرفه شويه. بص هنا عواد، بص عواد كان هيفرد ايده وراح. بص بتلف كان هيفرد وبعدين لمها. بص شوف بتلف لبره الايد اليمين كانت رايحه وبعدين حتى وسالم بيحط رجليه. هي جاريه صعبه جدا. هو لعيبه الزمالك المدافع الزمالك وعواد اعتمدوا اثنين على بعض، وده اللي هياخد ده اللي هيطلع وده اللي هيغطيه. ممكن الميه خدتها سيف خدتها بعيد لان الارض مبلوله. فالارض مبلوله والبنده دي راحت مزحلقاها اسرع من لازم اكون اسرع من كده. هو خلاك يعني الميه عضت خدتها، هو مش مدي صح التقديم الصح فيها. لكن الزمالك في حد ذاته المكسب مهم جدا في المرحلة ديت، ان هم يكسبوا ما يخسروش نقاط عشان يفضلوا دايما في المقدمة، وده بشكل كبير هيدوهم ثقة كبيرة. اهم حاجة اللعيبة اللي بتنزل، اهم حاجة اللعيب اللي قاعد منتظر فرصة، اللعيب اللي هو فريش زي ما بيقول، اللي هو المدرب عايزه يغير رتم المباراة في مرحلة الفريق خلاص تعب. انا منزلك ليه فريش؟ عشان تنقل الفرقه، علشان تعمل الفارق مع الفرقه، ما يحسش ان الفرقه تعبت. عشان كده عدم جاهزيه امام عاشور وبن شرقي وبطيب ما فرقوش النهارده في رتم المباراه. الريتم حسينا ان هم بيلعبوا 90 دقيقه ما لعبوش. يعني امام عاشور نازل في الدقيقه 80، اشرف بن شرقي نازل في الدقيقه 85. انت بتلعب ايه؟ بتلعب خمس دقايق، بتلعب 10 دقايق، المفروض تعملهم فول باور تحسس الراجل، او حتى لو انت عايز تبقى اساسي لازم تنزل تحسس الراجل اللي انت احق بالتيشيرت ده. لكن في حد ذاته مبروك نادي الزمالك، هارد لك لنادي المقاولين. كابتن ايمن قبل ما نروح للكابتن شناوي نسمع التحكيم، عندك توقع للازمه؟ للايه؟ للازمه؟ للازمه اللي انت بتتوقعها. للازمه الموقف اللي احنا فيه. اللي هو؟ الاسبوع ده عندك توقع ايه اللي هيحصل؟ ما توضح السؤال. يوم الاربعاء عندك توقع الاهلي هيلعب، الخميس الزمالك هيلعب، هيتحدد ماتش القمه، الحاجات دي عندك ليها توقع؟ اعتقد على الجميع انه يلتزم بالقرارات اللي هتطلع من لجنه اتحاد الكوره.
اللي هي بناء على الموافقات الأمنية اللي والأجواء الأمنية. يعني لازم الأمور برضو تبقى واضحة للكل إن مفيش حد بيجي على حد. وأنا كنت من أنصار إن لازم يلاقوا معاد جديد لماتش الزمالك والأهلي يتسكن فيه على طول. يتقال إن تم التأجيل في المعدة لكن هنسكن في المعدة معاد جديد. مهم قوي الأمور تبقى واضحة. لكن المهم قوي إن الأندية ما تعانتش إن هي تمشي الأمور وتمشي المركب وتمشي الأجواء، لأن الموقف صعب. صح. لكن أنا بتفق إن إحنا محتاجين نعيش في حياتنا دوري بدون أي مؤجلات. يعني ده مهم تماما، لكن لازم المركب تعدي، ده متعرضنا للأزمة دي. تأكيدا لكلام كابتن أيمن أخيرا، لأن إحنا فتحنا الاستوديو بنفس الكلام، لازم المركب تعدي في أي أزمة، لأن هي في الآخر ترس واحد سيركل واحد كلنا في الآخر رابطين فيه، فلازم كلنا في الآخر نعدي. السوبر الكلاسيكو الأسباني اتأجل لدواعي برضو وظروف أمنية، الناديين اتفقوا مع بعض، ده مثال لازم نخليه قدامنا قصاد المصلحة العامة. لازم كله يعني يهدى وكله يفكر بشكل كويس جدا. وقلت في بداية الاستوديو أي مسؤول نادي طلع، عدد كبير جدا على فكرة من مسؤول الأندية طلع وقال إحنا مش هنلعب الأسبوع الخامس ولازم يتأجل، ثم الناس لعبت ولهم كل الشكر وكل التحية وكل الشجاع. في النهاية ده قرار أنت بتاخده يحسب لك ولا يحسب عليك. إن شاء الله الأمور تمشي بشكل هادئ والدوري يستكمل، الأسبوع يستكمل بشكل هادئ وتمشي الأمور بشكل جيد، وكل التوفيق لكل فرق الدوري الممتاز. الحديث عن التحكيم في لقطات كتيرة قوي أكيد الناس مستنياها، بنسيبها بقى كلها العالمي الكابتن احمد الشناوي بعد الفاصل. لقطات كتير النهارده وكروت كتير وطرد كتير ومشاهد كمان كتير ومشاهد صعبه، ولكن ما فيش حاجه صعبه على الكابتن الشناوي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير يا كباتن. النهارده مباراه الزمالك والمقاولين كان الحكم محمود البنا مع سمير جمال ومحمد عزازي وطارق سامي حكم رابع. انا عايز بس يعني نتكلم قبل ما اخش على الحالات، ان احنا كباتن لما بنيجي نتكلم يعني بنتعامل مع حاله تحكيميه خطا تحكيمي بنتعامل معاه بغض النظر ان الخطا ده في لصالح مين او ضد مين، مش انما هو خطا تحكيمي هو حصل بغض النظر بقى يعني نتيجته كانت ايه، حصل لمين ضد مين. وده دي يعني في العالم كله الامر ماشي بالشكل ده. عايز تقول يا كابتن انت مالكش انتماء الواني يعني؟ مش، لا مش على الانتماء، هي مساله حكي. ان احنا كبنتعامل اصلا بنتعامل مع خطا، ما انا ماليش دعوه ده الخطا ده الحكم اخطا فيه، ما دي معروفه كابتن. بس لا علشان بس برضو لان جات لنا مكالمات كتير ويعني وكلام كتير فبنوضح مش اكتر من كده. اصل انت كابتن هتدي لنا واحنا صغيرين يعني حضرتك عارف هتبتدي تخش معانا ايه، انا عارف ان الماتش 90 دقيقه انا يعني عارف ان على شوطين انا حاسس كده النهارده. نشوف اول حاله هدف المقاولين طبعا اللي هو خد منكم حديث ما بين التسلل وعدمه. نبص عليه طبعا اللعبه ساعه يعني لحظه لعب الكره هو بيعاقب اللاعب اذا كان متقدم او اقرب لخط المرمى من الخصم. نشوف الخط طبعا، واهو طبعا التسلل مش موجود وبالتالي قرار المساعد سمير جمال باستمرار اللعب قرار صحيح. اذا التسلل مش موجود وادي الخط، والخط ده طبعا المهندس بتاع البيرو اللي بيعمله مش حد تاني كابتن، ولا بجسمه ها ولا اي حاجه يا كابتن. اهو فين اهو؟ لا انا مش بتكلم على رجله، انا بتكلم على جسمه. طب اذا كان رجله مش مقربه من الخط يبقى ازاي جسمه هيعدي الخط؟ فيعني يبقى هنا التسلل مش موجود والقرار قرار صحيح. بس لعبه صعبه كابتن. طبعا لعبه صعبه. انا قلت سمير جمال يعني كويس. يعني شابوه الحكم الحقيقه. طبعا مساعد. نيجي بعد كده هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديده والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول انه جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت ومفترض انها كانت تحتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعب بس. هو كانوا اعتراضوا ساعتها، ده بعترضوا بعد ما الكوره اتلعبت. ما ده انا بدل لسه، انا كنت اقول ده برافو كابتن حازم. بتقول ليه؟ بدخل الكابتن. لا ما شاطر حازم، انا مسيبها الاول. لان انا لو هو النهارده حتى لو في فار يا كابتن ايمن اللي حكم الفيديو لو موجود، لو بعد ما الكوره جت جول ما يقدرش يقول له الغي. هو هنا يقول له في الحته دي قبل ما تتلعب الركنيه، لان لما اتلعبت الركنيه خلاص بقت لعبه تانية واستمر اللعب بلعبه تانية. يعني انت فاهم انا قصدي ايه؟ طالما في قرار اتاخد
وجاء اتنفذ القرار ده ما تقدرش ترجع للقرار تاني طالما تنفذ اللعب. فبالتالي هنا الركنية تتلعبت وبقت هدف خلاص بقى واقع عليك انك تقبله، محدش يقدر يرفضه لان انت ما وقفتوش يعني كحكم او حكم الفيديو. فبالتالي الهدف طبعا بالشكل ده بعد طبعا ركلة ركنية وتنفيذها بالشكل ده اصبح هدف صحيح لا محالة، محدش يقدر يكره. لكن في بداياته كان خطأ احتساب الركنية. هنا طبعا اللعبة دي الانذار هنا كان وجوبي للاعب نادي الزمالك للخشونة طبعا اللي هي بالشكل ده مع لاعب المقاولين، لكن ما ادالوش. نيجي هنا طبعا الانذار الاولاني هنا الساسي، طبعا الانذار مستحق فيش كلام. ويعني انا عايز اقول ان اللعبة ممكن تقولك فيها طرد ولا ندخ، لكن هو ساسي نازل من مكانه وحط رجله، يعني القوة المستخدمة في الاستخدام ممكن الحكم شافها مش القوة اللي تستحق الطرد، لكن الفاول موجود وكان ممكن جدا يطرده وممكن يديله انذار. اذا النهارده طالما القرار بين اتنين الحكم هياخد اي واحد منهم، ما تقدرش تقول له انت عملت ايه. فطبعا هنا الحاله دي بالشكل ده انا شايف ان الحكم هنا كان ممكن يميل اكتر للطرد، لكن هو من مكانه والزاويه اللي شافها فادى فيها انذار، لكن القرار قرار صحيح في الفاول واستخدام الكارت. هنخش بعد كده على الحاله الثانيه، وهي الحكم طبعا هنا في الحالة دي عمل إتاحة فرصة وسابها، وعند أول توقف رجع ودى لإيه؟ لساسي الإنذار. السؤال اللي بيطرح نفسه بعد كده بالنسبة للحالة دي طبعا ولمسة اليد، الكرة واضحة جدا إنها ما جاتش ناحية إيد خالص، جاية في فخذ اللاعب وبالتالي ما فيش أي حاجة. هنيجي للعبة الأخيرة وهي لعبة طرد لاعب المقص. طبعا استخدامات الكوع، وخلي بالكم الكرة على الارض ولا فوق؟ الارض. اذا النهاردة اللعيب ده لما بيضرب كده ده لعب ولا سلوك؟ سلوك. اذا السلوك هنا بالشكل ده في الوش خلاص الطرد هنا مفيش، يعني مفيش فصال زي ما بيقولوا، الطرد مظبوط وقرار الحكم صح. في سؤال اتسألته يمكن قبل ما اخش فيما يخص ساسي والانذارين اللي خدهم والطرد. قال له يا كابتن دلوقتي طب هو الانذارات اللي خدها قبل كده والطرد يجوب الانذارات والحاجات دي، كنت له لا، يعني هو في حاجه لازم الناس تعرفها ان هناك ايقاف للاعب طبقا للقانون، ان هو لو خد كارت احمر مباشره المباراه التاليه ما يلعبهاش طبقا لقانون كره القدم. ولو خد انذارين في مباراه واحده يطرد ولا يشارك في المباراه التاليه. وهناك لائحة تخص المسابقات وهي جمع الإنذارات في لائحة، تيجي تقول مسابقة كل إنذارين يتوقف مباراة، وفي لائحة تقول كل ثلاث مباريات يتوقف مباراة. يعني هو يتوقف إيه كده كابتن؟ كل ثلاث إنذارات يتوقف مباراة. لا هنا طبقا للقانون هيتوقف المباراة الجاية أو المباراة يتوقفها. لكن الإنذارات اللي عقوبة لجنة المسابقات، عقوبة لجنة المسابقات الإنذارات الموجودة تفضل زي ما هي موجودة، ملاش دعوه. هو عنده ثلاث انذارات. اي لا هو ما عندوش، هو لو عنده ثلاث انذارات ما كانش يلعب النهارده. عنده ده الثالث النهارده. لا هو كده خد في المباراه اللي فاتوا يعني. يا كابتن هو النهارده طرد من المباراه لحصوله على انذارين. بس الكارت الاحمر ده يلغي الانذارات اللي فاتت كلها ايا كان؟ لا ما يلغيش. يعني لو عليه انذار دلوقتي تفضل زي ما هو، لو عليه انذار قبل كده سابق، لو هو خد انذار دلوقتي في الماتش ده هيتوقف مباراة ويتشال التلاتة. طب لو اخد اتنين يا كابتن، لو وقتنا خلص، لو اخد اتنين دلوقتي هيطرد، هيبقى عليه اتنين اسيست. طرد يعني فرجاني دلوقتي هيتوقف ماتش واحد؟ هيتوقف ماتش واحد لكن للانذارين اللي خدهم في المباراة. ايوه عليه لسه انذارين زي ما هو. زي ما هم طبعا. يفضلوا دول بقى، ما هو ده اللي انا بقوله. هو ده زي ما هم. بالظبط. نورت المحكمة كابتن شريف. انت اللي منور المحكمة. ربنا يخليك كابتن. دايما متألق كابتن. ربنا يكرمك شيخ. كابتن أيمن شرفتنا ونورتنا، بشكرك. كابتن حازم شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا شيخ. ميرسي يا حبيبي. كابتن عبد الله شرفتنا ونورتنا. شكرك كابتن. شكرك كابتن حبيبي. خلصنا النهارده، الف مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للمقاولون العرب، لقاء اكثر من رائع ان شاء الله باذن الله. ننتظر باقي لقاءات الدوري الممتاز، وابقى الدوري الممتاز مثير كده ان شاء الله، وتبقى كل لقاءاته لقاءات رائعه. بعد قليل حلقه خاصه من ملعب اون مع الكابتن احمد شوبير. اشوفكم على الف خير.